في مركز الفيزياء النظرية في كندا. والإخوة حسين الخالدي ومحمد السيد والدكتور محمد الحاج والأستاذ عصام شعبان هم بديروا هذا اللقاء. فبالتالي حقيقة نحيل إدارة اللقاء إلى الإخوة المديرين، وبالتالي الآن المايك معكم، الآن أنتم كوهوست وتستطيعون أن تبدأوا إذا أردتم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم كريم حول نقاشات حول الفيزياء الحديثة والمعاصرة. وده اللقاء الثالث بتاعنا، نتكلم عن ميكانيكا الكم، ده المحور الأول، وده الثالث نتكلم عن تفسيرات ميكانيكا الكم بالكم الثانية. بنرحب بكم جميعا، وبنرحب بالسادة الضيوف، بنرحب بالدكتور هشام غطيب ودكتور عمار السكاجي، دكتور حنا صباط، دكتور محمد أكرم، ودكتور السيادين. واللقاء بتاعنا هيدور كالآتي: كل بروفيسور من البروفيسورات هيقدم في أوجه لمدة ربع ساعة رأيه في الموضوع، موضوع تفسيرات ميكانيكا الكم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة اللي احنا محضرينها كتابي. وبعد كده واحنا في اثناء الاسئله طبعا هيبقى الباشمهندس محمد السيد النشاشي بيقوم طبعا بمتابعه الشات، وبيبتدي يشوف الاسئله بتاع حضراتكم. دكتور محمد حاج، في مشكله في الصوت. مساء دكتور محمد، ممكن مساء الخير للجميع. هذا شرف كبير لنا. نعم، أهلا بالجميع، أهلا بالبروفيسورات السادة الكرام، علماؤنا بروفيسور هشام، بروفيسور عمار، وبروفيسور حنا، وكل المتابعين والأساتذة الموقرين. في البداية أود أن أطرح أسئلة وأقدم أسئلة في العموميات فيما يخص موضوع تفسيرات ميكانيكا الكم وما أثارته من جدل فلسفي. سوف أقوم بعمل شير. ألو، أبي عصام معي. ألو، أنا معكم. نعم، فهذا المحور. نعم، هل الصوت مش واضح دكتور محمد؟ ألو دكتور محمد، الصوت مش واضح. هل الصوت واضح؟ لا، الصوت ليس واضحا. لو مهندس حسين، لو عندك اكسس انت كمل، لانه الظاهر ارسال الدكتور بطيء. هذا الان؟ نعم، استنى بس دقيقة. الو، ايوه يا دكتور محمد. لا صوت. الصوت واضح بيقطع. هو احنا هنا الصوت يعني واضح الان. ماشي، اوكي. واضح الان. الو، هل الصوت واضح؟ تمام. انت خرجت بقى الشيخ خالص. طيب يا عصام، شارك عندك او المهندس هشام يبدا الان، واعتقد بعدين بيلحق. هو سؤال بس دكتور عمار، ثواني بس. يعني هو السؤال الاول اللي احنا نطرحه ده في العموميات، يعني هيبقى زي تمهيد او توطئه ليكم انتم. ثواني، انا بفتح الملف اهو، اديني بس لحظه. يا عصام، المهندس هيفتح الملف وهينشره، هو اللي هيعرض
يعني انا خلاص فتحت الو فتحت اهو. هو فتح المهندس خلاص. خلاص تمام 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 خلاص المهندس فتح. مش مهم، هو المهندس فتح الملف. اوكي. احنا طبعا المحور الاول عندنا نظر عامه. الموقف العلمي لتفسيرات ميكانيكا الكم. هنا بنقول بنطرح الأسئلة التمهيدية دي. قد كان تفسير الظواهر والمشاهدات التجريبية المادية أحد أدوار علم الفيزياء، ولكن مع تبلور ميكانيكا الكم أصبحنا نبحث عن تفسيرات النظرية ذاتها، وبذلك نشأت مدارس وتوجهات متعددة. ألو نظريات. هل الصوت واضح الآن؟ لا غير واضح يا دكتور محمد. هل دكتور محمد هل الصوت واضح الآن؟ دكتور محمد، دكتور محمد الحاج، احنا هنا في السؤال ده يعني سؤال تمهيدي بنطرح. هل أيوة. هل الصوت واضح الآن يا جماعة؟ آسف واحد. الآن عدت إليكم من جديد، سوف أسحب. نعم يمكنك أن تسحب الشير وأعود أنا من جديد. بفضل الشير يكون مع المهندس لأنه اسحب ده خليه موجود خليه موجود. سوف دكتور دكتور حاج عندك الإرسال ضعيف واضح. خليه موجود. السيجنال ضعيف مبين عندي السيجنال ضعيف صعب تشتغل برزنتيشن مع صوت. نعم هل لا لقد فعلت كان هناك إشكال تقني. هل الصوت الآن واضح البروفيسور عمار؟ نعم واضح الصوت. نعم هل الصوت واضح؟ نعم أسمعك بوضوح الآن. يمكن أن نكمل على بركة الله. هل أوكي يسحب. أوكي لكي أعرض الأسئلة و حاضر تمام أقفل أنا يعني. طيب وحضرتك تدخل في صوت ما زال بيقطع. نعم نعم اسحب الشير. لا ما تسحبه لأنه الصوت عندك ضعيف. السيجنال ضعيف عندنا دكتور حاج. السيجنال ضعيف وبالتالي خلي احد الشباب الثانيين. مش محمد. نعم مهندس محمد. محمد سيد لك. اوكي معك. سوف اقرا هذا اوكي. اذا في البدايه اذا اردنا ان نقدم لهذا اللقاء فنقول اوكي لقد كان تفسير الظواهر والمشاهدات التجريبية المادية أحد أهم أدوار علم الفيزياء، ولكن مع تبلور ميكانيكا الكم أصبحنا نبحث عن تفسير للنظرية ذاتها، وبذلك نشأت مدارس وتوجهات متعددة. بصفة عامة ما المقصود؟ وأيضا السؤال التالي باشمهندس محمد. تمام. نعم. اوكي. معذرة على هذا العطل. إذن نعم بصفة عامة السؤال ما المقصود بإعطاء تفسيرا لميكانيكا الكم؟ ثانيا ما هو السبب الرئيسي في غياب معلش اعتقد السؤال واضح هو حول التفسيرات ميكانيكا الكم. ما بدناش نضيع الوقت في
عملية جيسنج يا جماعة، الوقت عم بيمشي معانا، فخلاص ممكن أحد الإخوة اللي عندهم سيجنال قوية اللي هو يقرأ السؤال وخلاص الأمور بدنا نمشي، يعني ما بنقدرش إحنا نرجع على السلايد الأولى. أنا الشير ظاهر عندكم ولا لا؟ ها ظاهر، نعم ظاهر الشير. ألو دكتور عمرو؟ نعم ظاهر الشير. أيوه ظاهر يا فندم. أنا ما المقصود بإعطاء التسجيل، أو الصوت واضح تمام. هنا ما المقصود بإعطاء، إحنا عندنا المفروض النظرية العلمية بتفسر الطبيعة، هي ده دور الفيزياء. إحنا هنا احتاجنا في الميكانيكا الكم، إن إحنا ميكانيكا الكم كنظرية احتاجت هي الأخرى إلى تفسير. ده السؤال الأولاني، ما المقصود بإعطاء تفسيرة لميكانيكا الكم؟ السؤال الثاني، ما هو السبب الرئيسي في غياب إشكالية التفسير بالنسبة للنظريات الكلاسيكية وتعدده بالنسبة لميكانيكا الكم؟ نعاد النظريات الكلاسيكية ما فيش فيها حاجة اسمها نظريات الكلاسيكية الكم هي اللي ليها تفسيرات. هل يمكن أن يكون تفسير أو تفسيرات ميكانيكا الكم إجابة تعتمد على صياغة النظرية ذاتها وتطويرها، أم أنها سوف تبقى مجرد تعليقات على هامش نزاع فلسفي؟ أنا هترك الميكروفون الآن للبروفيسور هشام غصيب. دكتور هشام ومعنا من الخارج. دكتور هشام تفضل. دكتور هشام، دكتور هشام موجود؟ كانوا خرج لحظة شوية. طب تفضل انت دكتور عمار او دكتور حنا. استنى شوية، استنى شوية بس خليني اتصل فيه. اوكي دقيقة. نعم الو الو دكتور معي. ايوه دكتور محمد معاك. نعم. اذن هذه الاسئله حول الاسئله المتخيليه للدكتور هشام دخل الان. يعني لدينا ثلاث اسئله فقط كمدخل. اوكي، ما المقصود باعطاء تفسيرا لميكانيكا الكم؟ هاي دكتور هشام الان موجود معنا الان هسه بجاوبنا على هذا السؤال ان شاء الله. نعم، ما هو السبب مثلا؟ دكتور هشام معنا للتفسير بالنسبه للنظريات الكلاسيكيه لا يوجد مشكل تفسير نظريه كلاسيكيه، لكن بالنسبه للميكانيكا افتح الميكروفون دكتور هشام، افتح الميكروفون الان. السؤال الاخير هو هل يمكن الاجابه او دكتور معلش دكتور محمد حاج. نعم. واضح تماما انه الارسال عندك ضعيف جدا للانترنت. نعم. فارجو ان تحيل جميع الاسئله الى الاخوه عصام او حسين اللي عندهم انترنت قويه، لانه هذا الامر باخر وبيعيق الندوه، فاحنا لا نريد ان نضيع الوقت كله في عمليه قراءه 4 اسطر او 5 اسطر. فارجو احاله الاسئله كلها الى احد الاخوه اللي عنده انترنت قويه، او ابعثوا لي اياها على ماشي. ابعثوا لي اياها على الايميل. انا فتح الشير من عندي يا دكتور. انا يا دكتور هشام بروفيسور عمار. نعم. بروفيسور عمار. نعم. الملف عند استاذ عصام وعنده نت قويه. خلي الان الذي يعرض الملف عصام. الان ننتظر الدكتور هشام، الان موجود معنا. تفضل دكتور هشام. نعم سامعيني بوضوح جدا. سامعينك يا دكتور، بس اعملوا انشير شباب على السكرين. تفضل دكتور هشام. نعم اوكي نعم دكتور تفضل. يعني شايفيني، هذا هو المهم. لا في الصورة مسموحة. تحياتي لكم جميعا. افتح الكاميرا دكتور، الكاميرا كيف هلا الصورة؟ الكاميرا افتح الكاميرا دكتور هشام. أيوة. الكاميرا دكتور هشام خليكم انا هيني.
افتح ال اعمل دكتور محمد اكرم كوست يا ماشي يا دكتور دكتور ماشي. محمد اكرم كيف هلا شايفيني؟ تمام كده يا دكتور شايفيني هلا والصوت واضح كده شايفينك طيب تفضل اوكي تعطوني بس اذا مجال لكي اقوم بمداخلتي. انا في الواقع يعني ساعرض صوره بانوراميه لبعض مفارقات ميكانيكا الكوانتم لبعض هذه المفارقات. هناك مفارقات عديده جدا واشكالات عديده جدا في الكوانتم ميكانيكس، وانا ساتطرق الى بعضها في الواقع ما اعتقده مهما في القاء ضوء على السؤال الاول تحديدا، انه لماذا كل هذه التاويلات، انا اسميها تاويلات، لماذا كل هذه التأويلات في النظرية الكلاسيكية ليس لدينا كل هذا الحجم من التأويلات، بل على العكس من ذلك، يعني هناك في وضوح في المعنى. أنا في الواقع المفارقة الأولى التي سأتكلم عنها يعني سأعقد مقارنة ما بين الكيفية التي بنيت فيها النظرية الكلاسيكية والكيفية التي تبنى بها نظرية الكوانتوم. يعني هناك في طبعا فرق شاسع، وأريد أن أبين الفرق بين الكيفيتين. طبعا نحن عادة يعني في الوسط الفيزيائي نرى بأن الكوانتوم ميكانيكس شكل تقدما على الفيزياء الكلاسيكية من جميع النواحي، يعني من جميع الجوانب، وهو بالفعل حقق طبعا تقدما هائلا في عدة جوانب، ولكن أعتقد أنه ليس في جميع الجوانب. يعني الآن سأبين في حالة الفيزياء الكلاسيكية أو النظرية الكلاسيكية، المعنى الفيزيائي كان يسبق المعادلات الرياضية، لذلك لم يكن هناك مشكلة معنى في المعادلات الكلاسيكية، لأنه في الواقع المعنى الفيزيائي كانت المعادلات الفيزيائية تنبع من المعنى الفيزيائي. المعنى الفيزيائي كان يكتمل بالمعادلة الرياضية. يعني خليني أوضح هذه النقطة، إنه في الواقع طبعا الفيزياء الكلاسيكية بدأت حقيقة والفيزياء النظرية تحديدا مع نيوتن. نيوتن في الواقع تعارك مع هذه القضية، تعارك، فيعني أراد أن يمثل الكميات الفيزيائية بدوال متصلة continuous functions، وبالفعل توصل إلى ذلك لأنه ابتكر الكالكولوس، استعمل الكالكولوس للتوصل إلى هذه الطريقة في تمثيل الكميات الفيزيائية وفي تحديد معناها. استعمل الكالكولوس والدوال المتصلة مثلا، خصوصا اللي غلبوا أكثر شيء، هذا واضح من كتاباته، مفهوم القوة المتصلة continuous force، أعطاها في الواقع معنى محدد باستعمال الكالكولوس. لأن نلاحظ أنه مثلاً في حالة ميكانيكا نيوتن الكميات الفيزيائية تحددت قبل المعادلات الرياضية، يعني هو توصل إلى تمثيل، إلى مفهوم وتمثيل واضحين لمفهوم القوة، وتمثيل طبعاً وتعريف واضح لمفهوم التسارع ولمفهوم السرعة الفيلوسيتي والأكسلريشن وحتى الكتلة. ولذلك هو بعدين بنى معادلاته من هذه المفهومات. فالمعنى الفيزيائي سبق المعادلة. الشيء ذاته نراه في حالة ماكسويل، يعني ماكسويل اشتغل بكميات فيزيائية معرفة وواضحة المعنى الإجرائي والمعنى التجريبي والمعنى الفيزيائي. يعني مفهوم المجال الكهربائي كان متبلوراً قبل ماكسويل، كذلك الأمر بالنسبة إلى المجال المغناطيسي، أيضاً إلى التيار الكهربائي وإلى الشحنة الكهربائية. ولذلك هو في الواقع أكمل هذا المعنى، يعني المعنى موجود كان، معنى يعني ما في هذا الإبهام حول مفهوم الإلكتريك فيلد والماجنتيك فيلد والإلكتريك كارنت والإلكتريك تشارج، كلها هذه كانت يعني خلال القرن التاسع عشر تبلورت تماماً، والمعنى كان واضحا. وهذا المعنى في الواقع اكتمل بمعادلات ماكسويل. فمعادلات ماكسويل جاءت في تتمة للمعنى ولم تأتي هيك لوحدها. في الكوانتوم ميكانيكس هذا لا يحصل، هذا لم يحصل.
في الواقع توصلنا إلى مجموعة من المعادلات في الكوانتم ميكانيكس في عشرينيات القرن العشرين وبداية ثلاثينيات القرن العشرين، توصلنا إلى معادلات رياضية، معادلة هايزنبرغ المصفوفية مثلا، ثم تعميم ديراك، تعميم ديراك لها اللي هو بدلالة linear hermitian operators والcommutators، ثم المعادلة فون نويمان لدنسيتي ماتريكس، ثم معادلة فيجنر للفيجنر ديستريبيوشن فانكشن، ثم طريقة فاينمان. المهم بالأمر طبعا في عدة صيغ كما تعلمون للكوانتوم ميكانيكس، المهم في الأمر أنه توصلنا إلى المعادلات. شرودنجر ظن أن معادلته واضحة المعنى، لكن سرعان ما اتضح أنها ليست كذلك، وإذا كان أتيح لي الوقت لذلك سأبين هذا الأمر. ولكن في الواقع توصلنا إلى المعادلات لكي نكتشف أنها معادلات رياضية تبحث عن معنى، يعني لم يعني المعنى يأتي بعد المعادلة، وفي الواقع حتى الآن لم يتبلور المعنى. يعني لاحظوا معادلات منقوصة المعنى، فأضعها يعني بهذه الكيفية، معادلات منقوصة المعنى، معنى الفيزيائي. بحالة الفيزياء الكلاسيكية المعنى جاء قبل المعادلة، هنا المعادلة جاءت بالأول ثم أخذنا نبحث عن معنى هذه المعادلات، وما زلنا نبحث عن معنى هذه المعادلات. إذن لدينا معادلات تبحث عن معنى، ووجدنا أن المسألة ليست سهلة. يعني مثلا هذه حصلت مع نظرية النسبية العامة في حالة مثلا البلاك هولز، توصل شوارتشيلد إلى حل دقيق لمعادلات أينشتاين، ثم يعني ما كان المعنى واضح مطلقا، أخذ الجماعة العلمية نصف قرن على الأقل لكي تبلور المعنى الفيزيائي لهذه المعادلات، لكن في النهاية توصلوا إلى المعنى الفيزيائي في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. الآن في حالة الكوانتوم ميكانيكس بعد 100 سنة من صوغ تقريبا من صوغ الكوانتوم ميكانيكس، في الواقع المعنى ما زال مبهما غامضا جدا. يعني معادلات تبحث عن معنى، في حين أنه في هذه لم تكن المفارقة موجودة في الفيزياء الكلاسيكية مطلقا. كان عندي يبدأون من المعنى والمعنى التجريبي والإجرائي، ثم ينطلقون إلى المعادلات ويحلقون في هذا المجال كما حصل مع ماكسويل. هون لا، معادلات تبحث عن معنى، يعني مشكلة. لكن هذا هو أساس هذه كثرة هذه التأويلات، هذه المعادلات معادلات رياضية منقوصة المعنى الفيزيائي، يعني غير مكتملة فيزيائيا، غير مكتملة من حيث المعنى الفيزيائي، ولذلك تقبل كل هذه التأويلات. التأويلات جاءت تعبيرا عن هذه الخاصية للمعادلات الكوانتمية، يعني جاءت تعبيرا عن ذلك. يعني لأن المعنى منقوص، لأنها معادلات بمعنى فيزيائي منقوص، كان لابد من وضع أكثر من تأويل، لذلك تعددت التأويلات. بعدين كل تأويل فيه إشكالات كبيرة، كل تأويل، ما حد يحكي لي تأويل بالنهاية هو التأويل الأفضل. في الواقع كلها تعاني من مشكلات حقيقية تتحدى المنطق وتتحدى الحدس وما إلى ذلك. فإذا كثرت التأويلات لأن المعنى غير واضح. طبعا أينشتاين تقريبا لاحظ، ولكن بمعنى آخر، عندما قال حاول أن يبرهن أن كوانتوم ميكانيكس نظرية غير مكتملة. طبعا هوجم كثيرا من جانب بور وهايزنبرغ وغيرهم، ولكن في الواقع هو طرح هذه الفكرة. أنا أرى أن الفكرة في جوهرها صحيحة، أن نظرية غير مكتملة من حيث المعنى، يعني هي معناها غير مكتملة المعنى الفيزيائي، وهذه المعادلات تبحث عن معنى، وحتى الآن لم تجد المعنى المقنع حقيقة، ولذلك كثرت التأويلات. وما زالت كما تعلمون التأويلات الانتربريتيشنز ما زالت تتوالد، يعني لم تتوقف عند حد. الآن هذا حدا بفيلسوف العلم الأمريكي اسمه تيم مودلين، إذا سمعتوا فيه تيم مودلين، قال إن من قال إن الكوانتوم ميكانيكس هو نظرية، ولا يرتقي إلى مستوى النظرية،
وإنما هو ريسيبي، يعني وصفة، وصفة طبخ كأنه لطبخ النتائج التجريبية لا أكثر ولا أقل، لكنه ليس في الواقع ليس نظرية. طبعا أنا لا أتفق معه، وأنا أقول إنها نظرية ولكنها نظرية. الآن إذا بتسمحوا لي أريد أن أدقق في هذه المعادلات التي تكلمت عنها بالعلاقة مع المعنى الفيزيائي، المعادلات التي شكلت الجسم الرياضي لنظرية الكوانتوم أو لميكانيكا الكوانتوم، نريد أن نحقق فيها. خلينا لنأتي أول إلى معادلة شرودنجر. شرودنجر ظن أنه توصل إلى معادلة موجية، حقيقة لا، ما يسمى الويف فانكشن، الدالة الموجية هي ليست دالة موجية، يعني أنا أسميها دالة شرودنجر، ولكنها ظاهريا يعني عندما نأخذ جسيما واحدا تبدو وكأنها دالة موجية، مثلا حالة الضوء في نظرية ماكسويل إلى آخره، لكنها ليست كذلك، لأنه حقيقة هي ليست معرفة على المكان الثلاثي الأبعاد الفيزيائي physical space، هي معرفة على ما يسمى configuration space اللي هو عدد dimensions تبعه يساوي 3 ضرب عدد الجسيمات التي الموجودة في السيستم. يعني ممكن يكون عندي configuration space بألف dimensions، ممكن بمئة ألف dimensions. والدالة شرودنجر معرفة في الواقع على configuration space، هي ليست موجة بالمعنى عندما نتكلم عن أمواج الماء، ولا عندما نتكلم حتى عن أمواج ماكسويل، هنا لا نتكلم عن ذلك نحن. ثانياً الـ wave function كما تعلمون هو complex function وليس real function، complex function، وهذا يعقد الأمور، كيف نفهمه؟ حتى الآن نحن هل هناك اتفاق على معنى الـ Schrodinger function؟ لا أظن ذلك. طبعاً أنقذ الوضع ماكس بورن عندما قال إننا نستطيع أن نستنبط الاحتمالات من الشرودنجر فانكشن. هذه جاءت من الخارج بعد ما صاغ شرودنجر بعد أن صاغ معادلته. ماكس بورن في محاولة لإيجاد معنى لهذه المعادلة اكتشف أننا نستطيع أن نشكل probabilities الاحتمالات من الشرودنجر فانكشن، وأوجد معادلة continuity equation probability، وهذا كان إنجاز كبير. على الأقل أعطانا طريقة لاستعمال wave function، يعني هو لم يقل لنا ما هو wave function، ولكنه أعطانا طريقة لاستعمال wave function لإيجاد الاحتمالات وأيضا expectation values الكميات المتوسطة، يعني طريقة رياضية قوية في ربط النظرية مع التجربة ومع المشاهدة، وهذا الشيء كان ممتاز، لكن هو أنقذ الوضع. أنا في رأيي ماكس بورن بهذه الكيفية أنقذ الوضع، ولكن للأسف يعني ظل الويف فانكشن مجهول الهوية، وأنا أعتقد أنه ما زال كذلك بدليل التأويلات العديدة للويف فانكشن، يعني تأويلات عديدة جدا، وكل واحد يسوق حجته لتحديد معنى الويف فانكشن. طيب الآن نأتي أيضا إلى، وطبعا نحن نعلم أنه عندما نحاول أن نربط معادلة شرودنجر مع علاقة ماكس بورن، العلاقة الاحتمالية لماكس بورن مع التجربة، نضطر إلى افتراض أن دالة شرودنجر في الواقع يصيبها انهيار عند كل عملية قياس، يعني هي the collapse of the wave function، انهيار الدالة الموجية بنتيجة المشاهدة، والمشاهدة ليست معرفة كما نعلم بدقة، يعني القياس عملية القياس ليست معرفة تماما، وخلقت إشكالات كبيرة فيما يسمى تأويل كوبنهاجن. الآن عندما نأتي إلى معادلة هايزنبرغ نجد شيء ذاته، نجد أنه تمثيل اختلف هون، يعني
بنية التغيير في الفيزياء الكلاسيكية غير عن بنية التغيير في الميكانيكا الكوانتوم، بدليل أن هناك لدينا الدالات المتصلة في الفيزياء الكلاسيكية، لدينا الدالات المتصلة ونستطيع بسهولة أن نستخرج منها الكميات المقاسة أو القيم المقاسة. هنا لا، يعني لدينا هذه الميتريسيز التي تطيع معادلة الحركة تبع هايزنبرغ واللي فيها الكوميتيتر، طبعا عممها ديراك لاحقا، فصار عندنا بدال ميتريسيز بصورة عامة لينير هيرميتيان أوبريترز معرفة على الهيلبرت سبيس، وهذه تفعل فعلها على the state اللي هي عبارة عن vector in Hilbert space، فتعطينا eigen state والeigen function، يعني eigen state والeigen value، والeigen value هو المفروض أن يكون مطابقا لنتائج التجربة ولنتائج القياس. والمشكلة وين أيضا أن هذه الهيرميتيان أوبريترز يعني اللي هي التي تمثل الأوبزيرفابلز أو الكميات الفيزيائية غير عن الطريقة الكلاسيكية اللي هي الدوال المتصلة واللي كانت واضحة، بس هنا في الواقع المعنى ليس واضحا لهذه الهيرميتيان لينير هيرميتيان أوبريترز. وأيضا تطيع كوميتيشن ريليشنز معقدة. المشكلة هنا تأتي فكرة جديدة جاء بها الكوانتوم ميكانيكس وما زالت فكرة محيرة جدا، وهي فكرة الانكومباتبل اوبزيرفابلز، يعني نص الاوبزيرفابلز لا تنسجم مع النصف الآخر، بمعنى آخر إذا حددت نصف الاوبزيرفابلز يختفي التحديد كليا من النصف الآخر. طبعا هنا لا أتحدث فقط عن المومنتوم والبوزيشن، لأنه هذه الكوميتيشن ريليشنز في الواقع يعني ممكن أن تكون بين اللينير مومنتوم والموضع، ممكن أن تكون بين الطاقة والزمن، ممكن أن تكون بين الكرييشن أوبريتر والأنايليشن أوبريتر في الكوانتوم فيلد ثيوري، ممكن أن تكون في الكومبوننتس أوف ذا سبين، مركبات السبين، ممكن تكون مركبات الأنجلر مومنتوم. يعني بالنهاية نحن لدينا مبدأ عام، طبعا كلها تطيع علاقات هايزنبرغ كوميتيترز، فلذلك they are incompatible، هذه الobservables ما بتركب على بعضها، بحيث إذا حددت مجموعة يختفي تحديد من المجموعة الأخرى. ومن هنا جاءت فكرة الcomplementarity اللي هي التتامية عادة بالعربي بيسموها لنيلز بور، يعني قال إنه النصف الأول ضروري، النصفان ضروريان لوصف الظاهرات الفيزيائية، ولكن الصوت دكتور حصل مشكلة عند الدكتور هشام ولا إيه؟ دكتور هشام ألو دكتور هشام صوته صغرى. ألو ألو مازال موجود، مازال موجود. هل نكتفي بهذا القدر دكتور عمار ولا خلاص إذا برجع ممكن نعطيه تعقيب شيء وانقطع الاتصال معه؟ نعم أوكي 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 تفضل دكتور عمار. احنا متفقين دكتور أكرم دكتور محمد. أوكي أوكي السلام عليكم محمد أكرم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل دكتور محمد. دكتور محمد أكرم طبعا يدلي بداله في هذا الموضوع، موضوع الـ interpretation of quantum mechanics. سمعني؟ سمعك سمعك طبعا، وانت سمعني؟ تمام. تفضل دكتور محمد سمعينا كان كويس. والحاجة نشكركم مرة ثانية للاستضافة يعني، وشكرا للأستاذ عمار يعني. السلام عليكم أستاذ، كيف حوالكم؟ أهلا أستاذ محمد كيفك؟ الحمد لله ربي يحفظك. وثاني الشكر يعني الأستاذ يعني دكتور هشام، إن شاء الله يعني يرجع صوت وصورة. يعني اليوم راح نتكلم على تفسيرات كوانتم ميكانيكس كما حدث، وفي شيء يعني علشان ما ندخلش إلى المصطلحات المعقدة يعني أو المصطلحات التقنية لميكانيكا الكم، لأنه معظم الناس هنا موجود هواة ومتخصصين، فنرتئي دائما التبسيط مع العمق. رقم واحد،
ناس يعني الـ يعني الـ يعني الناس الذي لاحظتهم في الفيسبوك أو المنشورات سواء في الفيسبوك أو غيرها، لاحظت أنه يعني يفتكروا يعني أو يتخيلوا أنه الكوانتم ميكانيكس ميكانيكا الكم معقدة من الناحية الرياضية. يعني لما نقول أنه ميكانيكا الكم لم يفهمها أحد أو شيء من هذا القبيل، أنه الموضوع رياضي، من يعني أنه الرياضيات لها معقدة، وهذا يعني خطأ يعني عند بعض الناس. لماذا؟ لأنه بالعكس ميكانيك الكم الرياضيات تحها رياضيات خطية، وهي مقارنة بميكانيك الكلاسيكي سواء تاع نيوتن أو معادلات أينشتاين في النسبية العامة، هي معادلات غير خطية non-linear differential equation، وهذا يعطيها يعني طابع معقد في إيجاد الحلول. ولهذا نجد معادلات شفارتشيلد، يعني حلول شفارتشيلد جاءت يعني بعد تبسيطات وأمورات كثيرة. فبالتالي يعني معادلة شرودينجر مثال هي معادلة خطية، ويعني الموضوع يعني الرياضيات بتاع ما يسمى ميكانيك الكم يعني أمرها محسوم، هي رياضيات بسيطة، ولكن الموضوع في تفسيرها للواقع كما قال الأستاذ هشام يعني غصيب، أنه من قبل يعني لم يطرح مفهوم هذا الموضوع تاع الانتربريتيشن أو تفسير النظرية، أن النظرية ما معناها. ولكن هنا يعني أصبح الموضوع معقد. يعني نعطي مثال بسيط للعامة، كأنك تقول لي مثال الجسيم هو موجود قبل القياس، موجود هنا وهناك في نفس الوقت. نضيف جملة أخرى فنقول الجسم تاع الإنسان هو يتكون من يعني جسيمات أو من ذرات، إذن فبالتطبيق علاقة تعدي، إذن فالإنسان ممكن أن يكون هنا وهناك في نفس الوقت، هذا شيء غير منطقي ليس له معنى. فإذن ميكانيكا الكم لما تجي تسقطها على الواقع وتسقطها على اليونيفرس ككل وتسقطها على العالم الكلاسيكي تصبح لها يعني ليس لها معنى، ويجب أن كل واحد يعطيني سواء المعنى الفيزيائي أو الفلسفي، لأنه يعني الانتربريتيشن أوف كوانتم ميكانيكس كما نرى يعني عددها المعروف حاليا المشهورة هي 10، ويعني أشهر يعني هم 2 أو 3، منها فيزيائية منها فلسفية ومنها رياضية. فنبدأ بكوبنهاجن انتربريتيشن التي أتت. كوبنهاجن انتربريتيشن يعني هي تعتبر أن الكوانتم ميكانيكس هي ماثيماتيكال ريسيبي كما قال يعني الأستاذ هشام، هي تعتبر الرياضيات هي الميكانيكا الكم هي يعني آلة حسابية رياضية. وكما تعودنا في القوانين الفيزيائية عموما، فيجب أن يعني فلسفة الفيزياء أو القوانين الفيزيائية أن الطبيعة تحكمها قوانين. أول شيء تحدد الـ initial state، تحدد ما يسمى الحالة الابتدائية، ثم من تلك الحالة الابتدائية تطور تقوم بتطبيق معادلات التطور لتنتقل من لحظة إلى لحظة. ففي حالة quantum mechanics يجب أن تعطي الدالة الموجية في لحظة في صفر، ثم تنتقل بمعادلة التطور التي هي معادلة شرودينجر، يعني من psi of t صفر إلى الدالة الموجية psi of t 1 إلى غير ذلك. وهذا يعني لما نصل إلى الكوبنهاجن interpretation تصبح عندنا قاعدتين، أو تصبح عندنا two sets of rules، يعني مجموعتين من القواعد، مجموعة قبل القياس ومجموعة قواعد بعد القياس. فبالتالي قبل القياس أنه موجود ما يسمى الwave function، وأنها تخضع إلى ما يسمى معادلة التطور اللي هي شرودينجر equation، ولكن لحظة يعني ما يسمى القياس تأتي شيء يعني تسمى أنه هذه الwave function أو الدالة الموجية يحدث لها localize وتنهار يعني. ويعني الموضوع تاع الانهيار الدالة الموجية هذه يعني لم يكن يعني في يعني محبوبا من طرف الفيزيائيين، خاصة يعني الفيزيائيين الذين نسميهم تابعين للمذهب الرياليستيك، يعني انه الفيزياء تتأثر بالobservation، هذا يعني مكروه عند اينشتاين، مكروه ايضا عند شرودينجر،
مكروه عند دي بروين، مكروه عند بون، وكل شخص يعني عبر عن كره الموضوع بطريقة. فأينشتاين عبر عليه برفضه عن طريق يعني spooky action at the distance اللي هو التأثير الشبحي عن بعد، وما يسمى شرودينجر عبر عليه بتجربة الفكرية اللي هي شرودينجر كاز. الآن ما هي مشكلة يعني ما يسمى يعني كوبنهاجن interpretation؟ هي عندها مشكلتين. المشكلة رقم واحد اسمها the reality problem أو مشكلة يعني الحقيقة، يعني the reality problem ممكن نقول فيها هل الدالة الموجية، ما هي الدالة الموجية رقم واحد؟ هل هي حقيقية؟ هل تمثل الحقيقة الفيزيائية أو تمثل؟ راح الصوت تماما، الصوت انقطع ولا؟ الصوت شغال يا دكتور، الصوت شغال كمل. اوكي احنا سامعين الصوت. اوكي، اذا فالمشكلتين قلنا تاع كوبنهاجن، المشكله الاولى هو ذا رياليتي بروبلم. ما معناتها؟ ماذا ينص على ذا رياليتي بروبلم؟ انه هل ذا ويف فانكشن، ما هي؟ هل هي تمثل الحقيقه الفيزيائيه كامله؟ هل تمثل بعضا من الحقيقه الفيزيائيه والبعض الاخر كما تصوره بعض الناس؟ يعني هما hidden information، يعني معلومات خفيه. هذا المشكله الاولى في كوبنهاجن interpretation. المشكله الثانيه هي اسمها the measurement problem او مشكله القياس. ما معنى كلمة أنه يحدث انهيار للدالة الموجية بعد القياس، بعد الأوبزرفيشن؟ ما معناتها كلمة ملاحظات، يعني ملاحظ، يعني أنك لما تلاحظ، ما معناتها هذه؟ هل لما ألاحظ أنا هل يعني يحدث ما يسمى انهيار للدالة الموجية؟ هل لما يكون شخص ما عندوش وعي أو يعني كائن ما عندوش وعي يحدث هذا الانهيار؟ هل القط مثال أو أي كائن يعني حيوان ممكن يعمل انهيار للدالة الموجية؟ فالأمورات غامضة بالنسبة لهذا الموضوع. فبالتالي النقطة يعني الانتربريتيشن التي أتت من ورائها التي حلت الموضوع هذا هي الميني وورلد انتربريتيشن لإيفريت، ولم تسمى ميني وورلد انتربريتيشن أو تفسير عديد العوالم، لم تسمى بهذه الطريقة، بل هي أتت في من هيو إيفريت الذي كان PhD يعني ستودنت يعني طالب دكتوراه لدويت، ودويت كان من العلماء العظام، أتت يعني لحل مشاكل كوبنهاجن interpretation اللي هما the reality problem و the measurement problem. فكيف حلتهم؟ حلتهم بالنص التالي. حلت المشكلة الأولى اللي هي the reality problem بقولها أنه الwave function هي تصف الحقيقة الفيزيائية وهي الحقيقة الكاملة. هذه في the reality problem. أما the measurement problem فيعني مسحت مشكلة الانهيار تاع الدالة الموجية أو الwave function collapse. قالت ليس، لا يوجد انهيار للدالة الموجية، بل يعني ما يسمى الwave function هي تحترم ما يسمى معادلة شرودينجر إلى الأبد، يعني إلى مدة يعني ما فيش انهيار لهذه الدالة. فبالتالي ماذا سميت يعني هذه النظرة يعني اللي هي الـ PhD thesis اللي هي مذكرة الدكتوراه، يعني رسالة الدكتوراه تاع سماها the theory of the universal wave function، يعني نظرية الدالة الموجية الشاملة أو العامة، يعني أنه بالنسبة لي أنه الويف فانكشن، يعني أنه اليونيفرس الكون عنده دالة موجية كلية، يعني وأنه نحن ننتمي إلى هذه الدالة الموجية، والبارتيكلز أيضا تنتمي للدالة الموجية وكل شيء. إذن فهذه الويف فانكشن هي الحقيقة وهي تخضع إلى ما يسمى معادلة شرودينجر دون أن يحصل يعني انهيار لهذه الدالة. إذن ماذا عمل ما يسمى إيفريت؟ أنه بسط الموضوع. من يوم أن كوبنهاجن كان هناك مجموعتين من القواعد، أصبحت في إيفريت أنه أصبحت يعني مجموعة واحدة من ما يسمى من القواعد، بل ونزع مشاكل اللي هي مشكلة the reality and the measurement problem، نزعهم تماما ونزعنا المشكلة انهيار الدالة الموجية. ولكن سألناه سؤال يعني وسألوه يعني أنه دويت كان يرفض الموضوع هذا،
ولهذا لم تسمى الانتربريتيشن بي ذا ثيوري اوف ذا يونيفرسال ويف فانكشن كما سماها هيو إيفرت. لماذا رفضها؟ لانه في الحقيقه لو تقول لي انت يعني كل شيء هو ذا ويف فانكشنز وكل شيء يعني تخضع الى معادله شرودنجر، ولكن انا في الكلاود تشامبرز اللي هي يعني يعني غرف السحاب هذه نرى انه للجسيمات يعني نرى لها مسارات. ما هو تفسيرك لهذا الموضوع؟ يعني التفسير الوحيد الذي قاله قال انه لا تنسى انه في عمليه القياس اصبح الملاحظ يعني في كوبنهاغن انتربريتيشن كان كلاسيكال اوبزرفر ملاحظ كلاسيكي، ولكن ما دام هذا الشخص يعني اصبح جزءا من الداله الموجيه فهو اصبح ايضا يعني ملاحظا كمي كوانتم اوبزرفر. فاحد يعني الاسهامات ل يعني عديد العوالم اللي هي تاع إيفرت انه حول ما يسمى الملاحظ من كلاسيكي انه يقوم بعمليه يعني بالعمليه القياس الى ملاحظ كمي يخضع الى قوانين الكم بحد ذاتها. اذا نعطي مثال بسيط ويعني نحاول انه يعني انا على قرب النهايه انه في مثال في تجربة قط شرودينجر أنه يعني بدون ما ندخل فيها اللي هي التجربة أنه القط حي أو يعني أو ميت في نفس الوقت ومعظم الناس يعرفوها أنه القط هذا موجود يعني داخل الصندوق ويعني عملية الأوبزرفيشن بدون ما أدخل يعني في تفاصيل التجربة لأنه الناس كلها تعرفها، اللي ما يعرفهاش ممكن يعني يسأل وإحنا نجاوبه. المهم قبل ما تفتح يعني ما يسمى الصندوق القط حي وميت في نفس الوقت، ولما تفتح فترى القط إما حي إما ميت. في كوبنهاغن انتربريتيشن كيف يعني ترى هذه العملية؟ ترى أنه ما يسمى القط حي وميت يعني في نفس الوقت هو السوبربوزيشن برينسيبل مبدأ التراكب الخطي، والأوبزيرفر الملاحظ هنا كلاسيكي، فبالتالي عندما يقوم بعملية القياس فهو يقيس إما، وهذه ركز عليها حط تحتها ثلاث خطوط، إما القط حي أو ثلاث خطوط أيضا تحت أو القط ميت، هذا بعد القياس. أما يعني ما يسمى بالنسبة لإيفرت فبدل الحكاية الآن يعني قبل القياس اللي هي القط حي وميت في نفس الوقت، ولكن هناك الأوبزيرفر هناك يعني الملاحظ أصبح كمي. فعندما نرى أنه الإنسان هذا كمي معناتها أنه هو يقيس ما يسمى القط حي، و يعني الآن لم تصبح أو يعني زائد أو ويقيس القط ميت في نفس الوقت، أنه ما يسمى الملاحظ يحصل له أيضا تراكب خطي superposition. فبالتالي السؤال الذي طرحناه على إيفرت وقتها يا أخي الكريم، إذا أنت قاعد تقول لي أنه الملاحظ الكلاسيكي هذا يحصل له تراكب خطي، ولكن هذا لا نراه في عالمنا ولا نراه في يعني في تجاربنا، فما هو تفسيرك لهذا الموضوع؟ قال عندي تفسير. ما هو التفسير؟ قال أنه أنا لما كممت كل شيء يعني لأنه حطيت الويف فانكشن الدالة الموجية لكل شيء في الكون، فهي لما يسمى للقط هذا الشيء هذا زائد الملاحظ زائد ما بقي من الكون اللي هو اسمه الانفايرمنت اللي هو اسمه البيئة يعني الانفايرمنت. إذن فيجب أن تضع الانفايرمنت أيضا في المعادلة. إذن القط حي وميت هو يعني هو نظام كمي متراكب، وأيضا الملاحظ يعني اللي هو اللي راح يقوم بالقياس هو أيضا يعني ملاحظ كمي، والبيئة الكون ما بقي من الكون هو أيضا أو العالم هو أيضا كمي وهو يخضع للتراكب الخطي. إذا ماذا يحصل في كوبنهاغن في ميني وورلد انتربريتيشن ولهذا سميت بهذا الموضوع؟ أنه يعني قبل القياس يحصل ما يسمى تشابك كمي ما بين ما يسمى القط وما بين الفوتونات التي داخل ما يسمى الصندوق أو الانفايرمنت، فيحدث يعني ما يسمى entanglement with the environment يعني تشابك مع ما يسمى
البيئة، لهذا سمي بما يسمى مبدأ الديكوهيرنس. الديكوهيرنس، فبالنسبة لما يسمى هيو إيفرت، أول شيء الذي يحصل هو يحصل يعني ما يسمى الديكوهيرنس ما بين ما يسمى القط والبيئة الانفايرمنت. ثم لما يحصل ميجرمنت القياس بعد الديكوهيرنس، يعني ماذا يحصل؟ لما نقول ديكوهيرنس ما معناتها؟ معناتها أنه في عالم، في عالم يعني فيه القط حي، وفي عالم وتحت هواء تراكب خطي، في عالم فيه القط ميت، يعني للاثنين موجودين. ثم لما تقوم بما يسمى بالقياس، يصبح الإنسان هنا أيضا أو الملاحظ في تراكب خطي، فيصبح الإنسان الأول لاحظ في العالم الأول اللي هو البرانشين أو يعني ما يسمى الانفصال تاع العوان، أنه الشخص الأول يعني لاحظ القط حي في العالم الأول، والشخص الثاني لاحظ يعني القط ميت في العالم الثاني. فهنا أصبحت mini world interpretation، أنه عملية القياس ويعني أنه في عمليتين، في عملية decoherence with the environment وبعدها عملية measurement، ثم يعني يكون فيها البرانش اللي هو يعني، ولهذا سميت عديد العوالم ولها مشاكلها. أيضا المشاكل التي يعني نصفها يعني باختصار فقط، أنها يعني لا تصف يعني لماذا يعني ما يسمى الكون تاعك، يعني أنه probability، why the probability، لماذا الاحتمال هو أساسي، why، لماذا الاحتمال هو أساسي في هذا الكون. هذه يعني لم تجب على هذا الطرح، زائد أنه كل ما تعمل قياس، كل ما تعمل برانشينج يعني عوالم كثيرة، وهذه العوالم لا نراها يعني تجريبيا لحد الآن، فعندها المشكلة هذه. نختم بجملة واحدة فقط، يعني أنه كاين many other interpretation ممكن يذكروها الإخوة يعني الأساتذة، اللي هي بوم دبروي يعني interpretation، ولا wave pilot interpretation، وفي هناك ايضا البقيه اللي هي ما يسمى objective، ما يسمى objective، نسيت حتى يعني objective collapse، وفي ما يسمى اللي عندها retrocausality interpretation relational interpretation، وفي كثير، المهم عددها الحالي المعروفه هو يعني 10، ممكن إذا يسمح الوقت بعدين في الأسئلة ممكن نتعرض إلى بعضها. شكرا جزيلا يعني. شكرا لك دكتور محمد، ألف شكر لك على الإضافة الجميلة لك. دكتور عمار. شكرا دكتور محمد. لا شكرا. معلش أنا بقترح إنه دكتور هشام يتابع اللي بدأوا، لأنه انقطع الإنترنت عنده. أوكي أوكي. دكتور هشام، دكتور هشام معنا؟ هشام إيه ده؟ دكتور هشام خرج دلوقتي، دكتور حنا هو خرج دلوقتي. لا موجود. خرج والله، مش مشكلة. يمكن قطع اتصال معه اعتقد. شكلها الانترنت عمر كل مرة مع واحد يعني. مش عارف. صحيح. انا اخي اكرم، استاذ اكرم انا مبسوط اليوم، امورك تمام. عامل حاجه هيك. ربنا يحفظك، ولكن حصلت معايا كويس ومع الاخ هشام يعني الاستاذ شيفتنج. دكتور سامعني؟ السلام عليكم دكتور هشام. معنا رجع الان دكتور هشام، موجود دكتور هشام؟ سامعنا يا دكتور هشام. تفضل دكتور هشام، تفضل. تفضل يا دكتور. سامعكم. نعم تفضل دكتور اكمل. سامعيني؟ نعم. بوضوح. طبعا بضل يروح ويجي. مسموع صوتي؟ اوكي اوكي مسموع. دكتور هشام بعرفش يعني مسموع الصوت؟ لا مسموع حضرتك، تفضل اتكلم. تفضل كمل. اكمل. تفضل. نقطتي انا كانت انه في انه الكوانتم ميكانكس له عده صيغ رياضيه، وطبعا هذه حصل يعني لا ضير في ذلك، هاي موجوده في الكلاسيكال ميكانكس، عندنا طريقه نيوتن وطريقه موبرتي وطريقه
أويلر لاجرانج وطريقة هاملتون. هنا أيضا لدينا شيء شبيه، عندنا شرودنجر به طريقة تعميم لهاملتون جاكوبي، عندنا هايزنبرغ ديراك اللي هي تعميم للبواسان براكت، وعندنا طريقة فون نويمان، ثم عندنا طريقة فيجنر اللي هو عرف ديستريبيوشن فانكشن، ولكن ليس معناه البروبابيليتي، معناه أيضا مجهول لا ندري ما هو معناه، وتوصل إلى معادلة مش تفاضلية وإنما انتجرو ديفرنشال إكويجن للفيجنر ديستريبيوشن فانكشن، ولكن معناه غير واضح. وأيضا في لدينا طريقة فاينمان، كل هذه الطرق يقال إنها مكافئة لبعضها بعضا رياضيا، ولكن سؤالي هل هي مكافئة لبعضها بعضا فيزيائيا؟ هل لها المعنى الفيزيائي نفسه في كل الحالات؟ يعني هذه الصيغ المختلفة أغلب الفيزيائيين يأخذونها كتحصيل حاصل أن هذه هي في الواقع معادلة واحدة، حقيقة لا، معانيها أنا أرى أنه قد يكون في لدينا في الواقع بذور أكثر من نظرية، قد تكون لكوانتوم ميكانكس عدة نظريات ونحن نظن أنها نظرية واحدة. يعني أنا أتساءل أنه هذه الصيغ الرياضية المختلفة هل تحمل المعنى الفيزيائي نفسه أم أنها تحمل معاني فيزيائية مختلفة؟ كل واحدة لها معنى فيزيائي يختلف عن الأخرى. في هذه الحالة يكون لدينا عدة نظريات ظاهريا هي نظرية واحدة نظريا لكوانتوم. أنا فقط يعني هذه فكرة أطرحها. الآن أيضا من حيث يعني نأتي إلى التأويلات الموجودة، بعض الناس يظنون أن أول تأويل طرح هو تأويل كوبنهاجن، وقد طرح عام 1927 في مؤتمر سولفي الذي حضره بور وهايزنبرغ وشرودنجر ودي بروي وأينشتاين والآخر وفيجنر وديراك والآخرون. ولكن طبعا فعلا تبلور تأويل كوبنهاجن في السولفي كونفرنس في مؤتمر سولفي، والمشكلة وين؟ إنه في كانت عصبوية، يعني بور شكل عصبوية أو عصابة في داخل الجسم الفيزيائي. طبعا بور كان عبقرية ذهنية مذهلة، ولكنه أيضا كان دكتاتورا، يعني هو شكل هذه العصابة منه من هايزنبرغ وباولي وفيجنر ويوردان وكرامرز إلى آخره، وقمعت وجهات النظر الأخرى. كان في وجهة نظر دي بروي، على فكرة أول تأويل للكوانتوم ثيري كان دي بروي، تأويل دي بروي، لأنه وضعه عام في أطروحته للدكتوراه عام 1924 والتي نال بموجبها جائزة نوبل. فدي بروي هو أول من طرح تأويلا، ولكن حاول أن يعرض هذا التأويل على مؤتمر سولفي، ولكن عصابة كوبنهاجن قمعته بشدة وهزأته إلى حد أنه باولي قال له اخرس أنت غبي، اخرس أنت غبي. فطبعا الذي تصدى لكوبنهاجن، طبعا أنا أميل إلى كوبنهاجن ولكن لا أميل إلى هذه العصبوية التي أبداها. صوت دكتور هشام، يبدو هناك تأثير تأثيرات كوانتية. تأثير بور عليه. والله عشان ما غلط. أنا كل مرة لازم نبقى عندنا دكتور كده عنده مشكلة في الإنترنت. لا الظاهر. لا عشان ما غلطش دكتور، عشان ما غلطش بور. ماشي. عشان هو غلط بور. لا لا هو واضح تماما إنه بور نفوذ نفوذ كبير جدا هسه. آه من أزر. إذا تسمحوا لي أنا لأنه بضلوا يقطع هي. دخلت أجيز بور صوتي بس أكمل هذه النقطة ماشي. إنه في إنه بور هذه العصبوية التي هذا قمع، لكن
تصدى له شرودنجر وأينشتاين. طبعا هزأوا أينشتاين أيضا إلى حد كبير، وقالوا له، قالوا عنه أنه انتهت صلاحيته وخرف شغلات من هذا القبيل، وهذا الأمر لم يكن صحيحا. ولكن على أي حال تصدى لهم بفاعلية عبر الـ EPR experiment، وطبعا شرودنجر عبر قطة شرودنجر. النقطة أنه أول تأويل كان تأويل دي بروي. دي بروي في الواقع أنا قرأت الأطروحة تبعه، كتبت عنها كتاب اسمه أصول ميكانيكا الموجية، نشر من زمان عام 1983 و84. في الواقع في اللي فعله دي بروي، قال إن يعني استعمل معادلات النسبية، معادلات النسبية النسبية الخاصة، ومنها استنبط أن هناك ترددين لكل جسيم، تردد داخلي في داخل الجسيم وتردد موجة مصاحبة للجسيم. يعني هو اشتق تأويله اشتقاقا على فكرة، يعني هاي بحب أن أنبه إلها أنه اشتق تأويله اشتقاقا. فقال إن الموجة الشعاعات الموجة هي التي تمثل مسارات الجسيم، فهي ترشد الجسيم بهذا المعنى. وقال ولكن وجد أن سرعة هذه الأمواج، السرعة الطورية لهذه الأمواج phase velocity في الواقع بتساوي مربع سرعة الضوء على سرعة الجسيم، من ثم فهي دائما سرعتها أكثر من سرعة الضوء. هذا طبعا أكد له أن هذه الأمواج لا يمكن أن تكون أمواجا ما تحمل طاقة أو مادة. وأيضا نظر إلى الجسيم في الأطروحة نفسها على أنه عبارة عن wave packet، رزمة أو رزمة موجية، وقال إنه وبين أن هذه الرزمة الموجية تسير بسرعة الجسيم. فبالتالي وضع تصورا، يعني هو قبل ما يتبلور الكوانتوم ميكانيكس وضع هذا التصور، يعني وضع تأويله وحاول أن يمرره في مؤتمر سولفي، ولكنهم رفضوا حتى أن يسمعوا له، إلى أن أحياه أحيى الأمر ديفيد بوم عام 1952 بطريقة مختلفة على فكرة. ولذلك أنا لا أميل إلى اعتبار أنه إحياء لدي بروي، لا قريب، يعني تأويل دي بروي قريب لتأويل بوم، ولكن أنا أعتقد أنهما تأويلان يختلفان قليلا عن بعضهما بعضا. المهم قوة بوم أنه انطلق من معادلة شرودنجر فقط، ولم يأتي على ذكر أي قياس أو ميجرمنت أو أي شيء من هذا القبيل، وقسم معادلة شرودنجر إلى معادلتين، معادلة هي تعميم لمعادلة هاملتون جاكوبي مع وجود potential term، يعني طاقة وضع، طاقة وضع non-local، يعني منذ البداية كان نون لوكال طرح ديفيد بوم، وأيضا معادلة للموجة، يعني معادلتين، واحدة للجسيمات وواحدة لهذا. ولكن أعتقد أيضا أنها مليئة بالإشكالات، أن تأويل بوم مليء بالإشكالات، وهو أدرك ذلك لاحقا. يعني والنون لوكاليتي اللي فيه يعني مثيرة للحيرة أيضا. طبعا يعني بس أود أن أقول إنه بعد ذلك طبعا بعدين جاء، بلاش ننسى بيل اللي هو من أهم من عالجوا معنى الكوانتوم ميكانيكس في الواقع، وعلينا أن ندرسه بعمق، أن ندرس جون بيل بعمق، لأنه هو الأعمق كان في معالجة مشكلات الكوانتوم ميكانيكس نقطة. لكن بعدين تكاثرت تأويلات، هناك عندنا الترانزاكشنال انتربريتيشن اللي هو انه ياخذ بعين الاعتبار الحلول التي تتقدم في الزمن والحلول التي تاتي من المستقبل الى الماضي، وهناك ايضا السبونتينيوس كولابس ثيريز جي دبليو ار اللي هو تعديل طفيف لمعادله شرودنجر لكي تاخذ بعين الاعتبار انهيار الداله الموجيه، وهناك الريليشنال كوانتوم ميكانيكس لكارلو روفيلي. يعني فعلا مربكة الساحة، مربكة حقيقة. ولكن أريد أن أختم كلمتي، يعني أنا اختصرت، كان ممكن أحكي ببعض التفصيل ولكن اختصرت، لكن فقط أود أن يعني ألفت النظر إلى فكرة طرحها مؤخرا لي سمولين العالم المعروف في الواقع. قال يعني أنه
حل مشكلة interpretations of quantum mechanics ربما تأتي عن طريق quantum gravity. يعني وجد أن هناك علاقة قوية جدا بين معنى quantum theory أو quantum mechanics وبين quantum gravity. فحل مشكلة quantum gravity يمكن أن يؤدي إلى حل مشكلة معنى quantum mechanics. يعني يمكن أن يؤدي إلى حل لهذه المشكلة. أنا أقول إنه ربما يكتمل الكوانتوم ميكانيكس بتخطيه صوب الكوانتوم جرافيتي. لاحظوا انه لن تحل مشكله معنى الكوانتوم ميكانيكس الا بتخطيه صوب الكوانتوم جرافيتي. وبهذه الفكره انهي مداخلتي وشكرا لاستماعي. شكرا لك دكتور هشام غصيب على هذه المداخله الاكثر من رائعه. يعني في الاخر الحل هيكمن جوه ثقب اسود. دكتور عمار يعطيك العافية. مساء الخير. حقيقة مرة أخرى بأكد على كلام بروفيسور هشام. نعم، وهذا كان حقيقة هو عنوان المحاضرة اللي كان مفترض دكتور باديس يعطيها، اللي هو تفسير الثقب الأسود، لكن ربنا إن شاء الله يعافيه ويكون في صحة جيدة ونلتقي مرة أخرى. حقيقة أنا كان المفروض أتكلم عن many word interpretations، لكن ظاهر إنه الأساتذة دكتور هشام دكتور أكرم يعني عفون من هذا الأمر، فسوف يقتصر حديثي عن ما يسمى القفزات الكمومية. فراح أعمل شير، اسمحوا لي أعمل شير للسلايدات حتى نقدر نشوف بعض الشغلات، لأنه هاي تزيد الأمر حيرة. الشير واضح؟ ايوه دكتور عمار الشير واضح. واضح يا دكتور، الله يخليك. تفضل. القفزات الكميه، سوف ابدا من مجموعه اشخاص في جامعه يال يونيفرسيتي، هي كوانتم جامبس او كوانتم ليبس، وهي حقيقه يعني اثارت حقيقه عندي تساؤلات كبيره جدا، ورجعت الى كلام نيلز بور الذي يقول من ادرك انه فهم ميكانيكا الكم فهو اصلا لم يفهمها. ففي تجربة حقيقة حدثت قبل حوالي أشهر ونشرت في مجلة النيشر حول كوانتم جامب، وأثارت حقيقة تجربة إشكالية كبيرة في فهمنا لميكانيكا الكم، في فهمنا العميق لميكانيكا الكم، وهزتني هز حقيقة هذه التجربة اللي هو منيف أند ديفروت، وتجربة حقيقة جميلة جدا، ونشرت هذه البحث العلمي في مجلة النيشر. سوف يتمحور حديثي حول هذه التجربة ونتائجها. القفزة الكمومية بشكل عام هي الانتقال حقيقة من quantum state، من حالة كمية أخرى إلى حالة كمية أعلى، من quantum state level إلى quantum state أعلى، وهو يحدث عندما يمتص الفوتون طاقة أو نظام يمتص طاقة ينتقل إلى مستوى أعلى، وعندما يفقد النظام الطاقة ينتقل النظام إلى مستوى أقل. وهذا حقيقة نعرفه في يعني مبادئ ميكانيكا الكم، أي واحد فينا بيدرس ميكانيكا الكم بأي كتاب من The Basic Principles لميكانيكا الكم بيشرح قضية الكوانتم جامبس بشكل عام. يعني لو أخذنا على اليسار عندنا هون الهيدروجين أتوم، في عنا ستيتس، في عنا N equal 1 N equal 2 N equal 3 N equal 4، وهي كلها عبارة عن مدارات كمية، والإلكترون إذا أعطناه طاقة بيطلع من N equal 1 إلى N equal 2، وإذا فقد الطاقة بيرجع ل N equal 1 وهكذا. مش فقط في الهيدروجين أتوم، حتى في الهارمونيك أوسيليتر اللي هو اللي على يميننا الآن، بنلاحظ إنه في عندنا كمان كوانتم ستيت N equal 0 N equal 1 N equal 2 N equal 3 وهكذا. فممكن الكوانتم ستيت تكون في أي ليفل من هاي الليفلز. طبعا هناك مشكلة في N equal 0 اللي هي المينيمم انرجي اوف ذا فيلد. لو اخذنا الانرجي للهارمونيك اوسيليتر عندما تكون ان ايكوال 0 اي ايكوال اتش بار اوميجا اوفر 2، من اين هذه الطاقه؟ وهذه قضيه معضله يعني لا يستطيع احد ان يفسرها، ولها علاقه بالفاكيوم انرجي وما اذا ندخل بها الموضوع، بس هي حقيقه معضله. اذا احنا نعرف البندول البسيط اللوست انرجي بيكون بيساوي زيرو، لكن ليش هون لا تساوي زيرو؟ هذا ممكن نطرح هذه المساله في حوار كامل حول هذا الموضوع.
إذا في بشكل عام في هناك قفزات كمومية quantum jumps. السؤال بيطرح نفسه، هل هذه القفزات الكمومية راندم عشوائية؟ هل هي لحظية؟ هذا الأمر اللي كان معروف سابقا أنها لحظية. إحنا نعرف إنه الجسم في الستيت equal n equal 1 بعدين بنتقل n equal 2، لكن لما ينزل هل هذا الأمر بيتم لحظي أم مش لحظي؟ وهي حقيقة مشكلة أساسية في ميكانيكا الكم. كل الكتب حقيقة وكل الليترشرز اللي كتبت عن ميكانيكا الكم تتكلم عن جمب لحظي من n equal 1 ل n equal 2. ما في إشي اسمه mid point، ما في إشي اسمه الحالة وسطية. خلاص نحكي عن state n equal 1 و n equal 2. هذا حقيقة المفهوم العام للقفزات الكمومية اللي كان موجود عبر ميكانيكا الكم عبر عشرات السنين. أول من طرح حقيقة الكوانتم جامب كان في 1920، وتلت ذلك مجموعة نظريات واكتشافات. ونيلز بور هو حقيقة مفهوم القفز الكمية ذكرها، وهو أول من استخدمها حقيقة، وأول من استخدمت حقيقة القفز الكمية في مجلة Proceeding of National Academy of Science في مارش 1924، أو الكوانتم ليب أحياناً بسموها، كانت في 1930 في Journal of Philosophy، مجلة الفلسفة. وثم استخدمها شرودينجر في مقالتين حقيقة، مقالتين رائعات جداً، وأنصح كل الإخوة الباحثين في تاريخ ميكانيكا الكم أن يرجعوا إلى مقالات شرودينجر. 1952 نشر حقيقة شرودينجر Are there quantum jump؟ وكان جواب باختصار No، وسماها quantum jerk، أو يعني زي جنون أو نطة أو إشي زي هيك. لكن حقيقة شرودينجر كان إجابته صحيحة على قضية الكوانتم جمب، هل هو آني أم لا. لكن زي ما ذكر أستاذنا ودكتورنا هشام رصيب، كان هناك سطوة قوية جدا لنيلز بور. كان نيلز بور حقيقة له سطوة علمية، فقمع هذا الطرح اللي طرحه شرودينجر. وهلا حنشوف شرودينجر كان على صواب أم لا. حقيقة بس كلاسيكالي جيركس اللي هي مشتقة التسارع، لو أخذنا على اليمين شوفوا الآن عندنا البوزيشن، مشتقة البوزيشن بتعطينا الفيلوستي، مشتقة الفيلوستي بتعطينا التسارع، مشتقة التسارع بتعطينا الجيرك، بعدين سناب، بعدين بوب. هاي كلها الدريفاتيف وذ ريسبكت تو تايم، ومعاني لها معاني كثيرة جدا في الفيزياء الكلاسيكية. وهذا الأمر حقيقة بعيد، بس هو حتى نحط يعني صورة إنه هل هناك مشتقة التسارع؟ نعم. هل اللي هو بسموها الجيرك، هل هناك مشتقة الجيرك؟ نعم. هل وهكذا عبارة عن سلسلة، وهي موجودة على يميننا، شايفين السهم على يمين بيعطينا مشتقة البوزيشن ومشتقة السرعة والأكسيليريشن، فهي كلها موجودة، لكن هي ليست محور حديثنا. لكن السؤال بيطرح نفسه، هل الكوانتم جمب، هل القفزة الكمية تحدث آنية؟ هل هي يمكن التنبؤ بها؟ هل هي عشوائية؟ هذه الأسئلة حقيقة نحتاج إجابتها، وإجابة هذه الأسئلة تأتينا من التجربة. الفيزياء بشكل عام هو علم تجريبي، رغم أن الفيزياء نظرية مهمة جدا، لكن هو it has two wings، لها جناحين. الفيزياء نظرية اللي بتعطينا المودلز، لكن لابد هاي المودلز تقترب من الرياليتي اللي بسموها الواقع، النموذج والواقع. وكلما اقترب النموذج من الواقع كلما كان النموذج أفضل وأحسن ويعني يعتد به. حقيقة زي ما ذكرنا بور كان يؤكد على قضية الكوانتم جمب تأتي لحظيا من state to state sudden transitions، كان مؤكد وهي بين discrete energy states. نيلز بور وسطوته وتأثيره على المجتمع العلمي في ذاك الوقت، حتى هو أثر على إيفريت وأصاب إيفريت باكتئاب، وخلى إيفريت يترك الفيزياء كلها كاملة ويذهب إلى الجيش الأمريكي ويعمل في الأوبريشن ريسيرش، بسبب انه نيلز بور قمعه قمعا وكمم يعني ما سمع له نهائيا وحاربه. فنيلز بور كان له سطوه علميه كبيره جدا، وحتى شرودينجر ما استطاع انه يواجه نيلز بور. لكن حقيقه شرودينجر كان يتكلم، اذا قرانا الاوراق العلميه اللي نشرها شرودينجر كان بيقول they are not instantaneous، لكن هذا صوت خفت لم يسمع، لكن هو وضعه وللتاريخ حقيقه.
هاي حقيقة للتاريخ. من يريد أن يرجع التاريخ يرى أن شرودنجر كان يقول أن the quantum jumps are not instantaneous. حقيقة مشت الأمور حتى عام 1986 وأول observation للquantum jumps كانت موجودة وفي هناك تجارب لindividual atoms وبلشت الصورة تتضح. التجربة حقيقة هي النبراس الذي من خلاله نستطيع أن نرى الأمور مع احترامنا شديد جدا للموديلز. قبل ما نفهم نحكي بالكوانتم جامبس بشكل عام، في هناك some methodologies يعني أشار إليها دكتور أكرم في قضية الانفايرومنت والكوانتم سيستم. بعض المصطلحات المهمة جدا حتى نستطيع أن نفهم البروبوزل، التجربة التي أجريت في جامعة يال في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أشهر في 2019، لابد أن نفهم بعض المصطلحات ببساطة، لن أدخل في التفاصيل الرياضية. إحنا كلنا نحكي بشكل عام quantum system, closed quantum system، لكن الآن لابد أن نفهم ما المقصود بـ open quantum system. حقيقة الـ open quantum system هو أن يتفاعل النظام مع الـ environment. في عنا environment quantum system والنظام الـ quantum system والـ environment. النظام الكمي والمحيط فيه بسموه environment، وأحيانا بالكوانتم فيه بسموه bath هو إيش المحيط. إذن هناك تفاعل، لا يمكن أن نعزل النظام الكمي عن المحيط، الجو المحيط به. هذا بدخلنا في قضية تعميم لميكانيكا الكم اللي احنا بنستخدمها أو تعميم لشرودنجر. راح نشوف حتى معادلات شرودنجر هي بتحكي عن closed quantum system. احنا الآن حننتقل على إيش اسمه open quantum system، في coupling ما بين the quantum system والenvironment، وهذا coupling مهم للغاية وله أهمية بعد قليل حنشوف. إذا أول مصطلح لازم نعرفه اللي هو open quantum system، اللي هو عبارة عن مفهوم مهم جدا في فهمنا للquantum jump. في كمان مصطلح آخر quantum dissipation، حقيقة هذا يشابه بالميكانيكا الكلاسيكية فقدان الطاقة dissipation energy، وهذا حقيقة بيعمل إنه دي كوهيرانس اوف كوانتم ثيوري ميجرمنتس. وقضيه ثالثه هي غايه في الاهميه للكيو تي تي، وهي هي القضيه التي استخدمت في فهم التجربه التي عملت في جامعه يال كوانتم تراجكتوري ثيوري، وهي عباره عن فورميليشن اوف كوانتم ميكانكس يوز تو سيموليت اوبن كوانتم سيستم. QTT applies to open quantum systems that interact with the environment. والتكنيكس المستخدمة لـ QTT غاية في الأهمية، لأنه من خلالها استطاعوا جماعة يال أنهم يجروا التجربة، وبعد ما طلعوا نتائج جابوا أحد أشهر الفيزيائيين النظريين في أوكلاند يونيفرسيتي واستخدم لـ Quantum Trajectory Theory، واستطاع أن يؤكد النتائج التجريبية مع نتائج لـ Quantum Trajectory Theory اللي هي QTT. وبعدين رابع فريكوانسي اللي هي فريكوانسي الاتوميك ترانزيشن معروفه. الان ناتي الى قضيه الكوانتم ميجرمنت بروبلم، مشكله القياس في الكوانتم ميجرمنت. حقيقه الكيو تي تي كوانتم تراجكتوري ميثودز تعطينا ديتيل ديسكريبشن وات هابن ديورينج ذا كولابس اوف ذا ويف فانكشن، لان نعرف انه الويف فانكشن تحمل كل المعاني والانفورميشن حول النظام الكمي، لكن ماذا يحدث خلال عملية انهيار الموجة لكيو تي تي حقيقة هي بتجاوبنا عليها. حقيقة النظرية بتقول انه الكوانتم جامبس ار نوت انستنتينيوس، نتائج تجريبية اللي صارت انها مش آنية، يعني في ديلي في زمن ما بين الترانزيشن او الجمب من ستيت الى اخرى، وهي شيء غريب. يعني لو اجى واحد حقيقه قبل 10 سنوات او 5 سنوات قال انه في هناك ديلي، في هناك الكوانتم جمب دي ار نوت سنتينيوس، ممكن ان يحارب. لكن الان التجربه اثبتت اللي قام فيها مجموعه من العلماء في جامعه ييل، اثبتوا انه الكوانتم جمب القفزه الكميه لم تكن انيه، وأثبتت تجريبيا. وحقيقة قام فيها ديفروت ومينيف ومجموعة حقيقة معاهم، وقاموا بإثبات أن وقياس أن الكوانتم جمب لم يكن لحظيا. وحقيقة هاي التجربة they confirming that the transition is continuous process،
that unfold over time. يعني الترانزيشن اللي ما بين الليفل الاول والليفل الثاني كان عباره عن مستمر، لدرجه انه في المقابله اللي بيسمع المقابله اللي صارت مع منيف في اعتقد احد القنوات الاذاعيه، قالت هي كرجل الثلج امام الشمس، عندما تسلط الشمس على رجل الثلج يبدا بالذوبان التدريجي والانتقال الكمي والقفزه الكميه from state to state، هي عباره عن شيء continuous، وهذا بيضرب اصول ميكانيكا الكم كامله. سميت ميكانيكا الكم لانها تتكلم عن انتقال لحظي من state الى state اعلى وstate اعلى، الانتقال اللحظي وما ولا شيء بينهما، ما في حد بيتكلم عن شيء midway measurements بين state N1 وأنتو، ما حد تكلم حقيقة، لأنها تضرب أساس ميكانيك الكم، تضرب التسمية الحقيقية لهذا العلم أو هذه النظرية، لأنها نظرية كمومية. quantum كلمة ألمانية معناها discrete، إشي منفصل N1 N2 لا شيء بينهما، لكن هي عبارة عن continuous transition، وهي حقيقة يعني عملت إشكالية أخرى، وطبعا أدخلتنا في الكوانتم كنترول سيستم، وبنعرف هاي هي الآن من أهم الإشكاليات الحديثة في ميكانيكا الكم، إنه اسمه كوانتم كنترول سيستم، وادعوا الباحثين إنه يدرسوا هذا الموضوع وشو قديش هذه الأهمية، وليش الآن بتضيف معضلة أخرى. حقيقة هاي هي المجلة اللي نشر فيها شرودينجر 1952 مقالته حول الكوانتم جامبس، وتقدر ترجع لها. الإخوة الباحثين حقيقة في هذه المجموعة، أنا حتى أوضح للناس اللي اهتموا بهذا الموضوع، راح أضع المقالات العلمية والأبحاث على هذا السلايد حتى يعمل سكرين شوت، ومستقبلا ممكن إنه يتعمق في هذا الموضوع. حقيقة هاي هي المقالة اللي ذكرها شرودينجر، مقالتين Are these quantum jump part 1، نشرت في حقيقة British Journal of Philosophy of Science 1952، ومقالة أخرى في نفس السنة، الأولى كانت في نمبر 10 وهي في نمبر 11، العدد اللي بعديه هي Part 2، حقيقة بتكلم عن Quantum Jump، وبنشوف قديش كان شرودينجر عميق جدا في فهمه لقضية Quantum Jump، ولكن هذا الأمر زي ما حكينا أنه التأثيرات الأخرى ما استطاع أنه تصيرها قبولة. حتى جون بيل تكلم عن الكوانتم جامب، وإله مقالة حقيقة، وهاي المقالة موجودة في الـ 86، هاي المقالة أمامكم. حقيقة هاي المقالات ممكن الإخوة المهتمين. الآن كيف نفهم الكوانتم QTT Quantum Trajectory Theory؟ حقيقة إحنا بنعرف أن الشرودينجر إكويشن هي المعادلة اللي بتصف النظام الكامل، هذا حقيقة غير كامل. حقيقة اسمه GKSL equation اشتركوا فيها، او احيانا بسموها للبلاد equation اللي هي الماستر equation modified master equation. حقيقة الشرودينجر equation هي عبارة عن حالة خاصة من للبلاد equation. الامامنا بشرح في هاي المعادلات، بشرح ادخل في التفصيلات، اللي هي الدنسي ماتريكس رو دوت بتساوي ماينس اي اوفر اتش بار اتش هاملتونيان رو بلس تيرم. هذا التيرم بسموه الكابلينج تيرم، اللي هو التيرم اللي بيعطينا تفاعل النظام الكمي مع الانفايرومنت، مع الباث. تفاعل، اذا كان تفاعل النظام الكمي مع الباث بيساوي صفر، نيجي اول تيرم هو معادله شرودنجر. اذا معادله شرودنجر بشكل عام هي حاله خاصه من الاوبن كوانتم سيستم، اللي هو لما يكون الكابلينج كونستانت هذا بيساوي صفر، هي حاله خاصه. بنلاحظ اول تيرم عادي، هذا نعرفه كلنا، هو عباره عن معادله شرودنجر اللي هي الرو نوت الدنسيتي ماتريكس مع الهاملتونيان، او هذه العباره الاخرى الاي بسموه الجمب اوبريتر، ما بشغل التفصيل الرياضيه. اللي بحب حقيقه يدخل في قضيه الامبلانت ماستر ايكويشن، في هاي مقاله منشوره حديثا فيها كل التفصيلات، وهي راح اركز عليها، فيها امثله جميل، فيها امثله محلوله حول الكوانتم جمب سيستمز وما الى ذلك. فبدعو الاخوه اللي يعمل سكرين شوت لها. لان زي ما حكينا هذا هو النظام الكمي، في عندنا سيستم وعندنا environment بشكل عام. هذا السيستم الكمي أو الكوانتم سيستم، وهذا الانفايرومنت، وهذا التوتال نسميه التوتال سيستم. إذا التوتال سيستم بشكل عام هو مكون من جزئين، هو سيستم بلس environment.
هاي امثله حقيقه محلوله حول التو ليفل سيستمز الكيوبيت كيف نحلها باستخدام البيبر اللي ذكرناه قبل قليل، لا ندخل في التفصيلات، لكن بس بالاخوه يعني طلاب الباحثين بيقدروا يرجعوا لهي الامثله المحلوله ويتعمقوا فيها. وهي على المجرمنت اوف تو ليفل سيستمز التايم ايفولوشن كمان محلوله تو ليفل سيستم. هاي حقيقه الان ناتي الى قضيه مساله اخرى اللي هي اتومز دي كي. هاي حقيقه يعني absorption or emission. Why؟ لماذا يحدث هناك absorption or emission؟ عندك في على اليمين في عنا إلكترون موجود في هذا المدار، هذا الإلكترون اضمح نزل لمدار أقل. طب السؤال محتاج، ما الذي أجبر هذا الإلكترون للنزول إلى المدار الأقل؟ بيجيك واحد بيقول لك ground state system minimum energy system. هاي مفاهيم كلاسيكية، مفاهيم كلاسيكية. كيف نستطيع أن نفهم الأتومز دي كي؟ الأمر ليس بالسهولة. هاي الأتومز دي كي why، لماذا يحدث هناك أتومز دي كي؟ لماذا يحدث absorption؟ ليش بينزل إلكترون من مدار إلى آخر؟ هذا حقيقة نقدر نفهمه من خلال spontaneous emission وفيرمي جوردن رول، لكن لن أدخل في تفصيلاتها. رح أدخل في قضية اللي هي مفهومها حقيقة من خلال الأوبن كوانتم سيستم أو الناس بيشتغلوا على الفيلد ثيوري معروفة. السبب اللي بيخلي الإلكترون ينزل من المدار الأعلى المدار الأقل هو interaction of the atom with the surrounding vacuum، يعني atom plus vacuum. لما يصير عندنا الأتوم بشكل عام as a quantum system تتفاعل مع الفاكيوم من خلال coupling، هذا هو coupling constant، هو اللي بيخلي الأتوم decay، هو الفاكتور اللي بيحفز الاتوم ديكي. وهاي هي نفس الماستر ايكويشن. لاحظ الاولى عباره هاي، بس هاي عباره عن تو ليفل سيستم، هاي ابسط كثير ما شفناها. شفناها الاولى هي المعادله العامه، هاي عندنا تو ليفل سيستم. ها بسموه الكابلينج كونستانت، الكابلينج بتوين ذا اتوم اند ذا فاكيوم. اذا الانتر اكشن ما بين الاتوم والفاكيوم حقيقه هو اللي بخلي الالكترون ينزل للمدارات الاقل اتوم ديكي. لن ادخل بالطبع، هاي المسائل كلها محلوله في هاي الورقه العلميه، وورقة علمية جميلة جدا فيها عشرات المسائل ومحلول حل تفصيلي. هلا نيجي لحقيقة المشكلة الرئيسية اللي هي عملت لنا إشكالية. في حقيقة 2019 نشرت مقالة علمية زي ما حكينا مجموعة من جماعة يال to catch and reverse quantum jump mid flight. يعني الجماعة استطاعوا يقيسوا قياسا لكوانتم جب بالميد فلايت في منتصف الطريق، يعني جزئين من كوانتم ستيت الى كوانتم ستيت اعلى. استطاع هؤلاء العلماء ان يقيسوا الميد فلايت تايم، وهي حقيقه مشكله. هاي مشكله اللي بيشتغل في الكوانتم ميكانكس، هاي بالنسبه له مشكله، لا يستطيع حقيقه انه ينام اذا بيعرف انه تم قياس الكوانتم جامب ميد فلايت والريفيرس، وهو راجع كمان. يعني قاسوها في حاله الجامب اب والريفيرس، ونشرت حقيقه هذا الامر في مجله، ونحن نعلم ان هذه مجله مرموقة وما تنشر إلا أبحاث أصيلة. هذا حقيقة الأبستخ تفصيلاتها. طبعا زي ما حكينا بالكوانتم فيزيكس إنه الميجرمنتس أساسيا هي عبارة عن ديسكريت أند راندم ريزلتس، زي ما اقترحها نيلز بور في 1913، هي عبارة عن ديسكريت. وبور أكد على إنه الكوانتم جامب ديسكريت أند راندم أند سادن ترانزيشن. طبعا أينشتاين كان عنده وجهة نظر أخرى، وشرودينجر كان ضد هذا الطرح، وزي ما ذكرنا قبل قليل. لكن في هاي التجربة استطاع أن يقول إنه يثبتوا ويورجوا إنه الجمب from ground state to excited state لا إشي اسمه super conducting artificial atom. اللي بدي يطلع حقيقة على التفصيلات الاكسبيرمنت موجوده في هاي الورقه العلميه ذكرناها قبل قليل، هاي الورقه كل التفصيلات العلميه للتجربه، بس احنا نحكي الان عن نتائج التجربه. نتيجه التجربه انه evolution of each completed jump is continuous coherent and deterministic. اشتعون كم كيف بفرسوها الان، بس هاي مشكله انه continuous وcoherent وdeterministic. وتم التأكيد بالثيوريتيكال بريدكشن باستخدام الكوانتم الكيو تي تي الكوانتم تراجكتوري ثيوري. وهي حسب الميد فلايت، ذا تايم اوف ميد فلايت كان 3.96 مايكرو سكند، وهي الايكويشنز، هي الاكسبيرمنتال ريزلتس. اذا صار في حين ميد فلايت، هاي مشكله اساسيه في المفهوم الاساسي للكم.
كمان قضية أخرى في اسمه latency period، فترة الكمون، إنه just before the jump في إشي اسمه فترة الكمون، هاي تقاس قاسوها بالمايكرو سكند، وتم التأكد من ذلك مع الاستشارة، وكان هو حقيقة أحد هذا هاورد اللي هو في جامعة أوكلاند، هو أحد أهم الفيزيائيين الحاليين في الكوانتم تراجكتوري ثيوري، اشترك معاهم في هذه التجربة وقام بتحليل النتائج النظرية ما بين الاكسبيرمنتال ريزلتس والكوانتم تراجكتوري ثيوري، وفي هناك كان توافق. هنيجي النتيجة، النتيجة بتحكي إنه الكوانتم جامبس ار ان بريدكتبل اند ديسكريت، هذا موجود عندنا از بوهر ثوت بور، بس هذا فور لونج تايم سكيل and continuous as Schrodinger suggested and predictable on a short time scale. وهي حقيقة مشكلة الآن تضعنا ميكانيكا الكم أمامها الآن. هلا الآن نحكي عن continuous، نحكي عن something predictable deterministic for long time scale، وفي أرقام كثيرة موجودة في هاي الورقة. إذا quantum jumps are not instantaneous and random. وحقيقة هاي بتعطينا مشكلة إنه الكوانتم ميكانيكس بشكل عام اللي إحنا بنعرفها it's instantaneous it's random، الآن التجربة تحكي العكس they are not truly instantaneous and random، والtrajectory between two energy levels every time and possible to predict how to send and come back، إذا في prediction بال تراجكتوري. وكمان مش بس في عملية الجمب والريفيرسينج كمان نفس النتائج، كان حسب هو معروف تكون ديسكريت اند راندوم فور لونج ران، وريفايسينج كوانتم جمب ذا ايفولوشن اوف كوانتم ستيتس بروسيسز ديترمينستينج اند ران نون راندوم كاركتر، وهي بريدكتبل يعني متمرب بها. حقيقة هاي النتائج حقيقة يعني بتعملنا إشكالية في فهمنا لميكانيكا الكم. نحن نعلم ميكانيكا الكم instantaneous jump والراندوم، هاي النتائج بتعطينا شيء مختلف وهي تحتاج إلى دراسة. الجماعة طبعا الآن بيفكروا بعمل تجربة أخرى اللي هو measurements of common integral system، التشابك الكمي ولا جسمين بعدين بعض، والتأكيد من بالinequality violation measurement، هاي هي النتائج. أنا حقيقة طبعا how fast the quantum jump الآن صار في حسابات في مقال في physical letters A نشرت في 4 ديسمبر قريبة جدا، يعني نحكي عن 2020، انه تم حساب الكوانتم جمب، كانت هاي الرقم حوالي 10^-18 seconds، موجود المقالة موجودة ممكن تشوف نتائج هاي الرقم الفوليوم والإشيو. الآن اسمحوا لي ان اضيف معضلة الى معضلة اخرى، تشابك الكمي، هل ما زال التشابك الكمي لحظي؟ هاي نضيفها، احنا كنا نحكي عن الكوانتم جامب لحظي، الان خلنا بس نطلع شوي برا الموضوع، هل الكوانتم تاجلمنت اللي احنا بنعرفه انه لحظي، طبعا هو اكشن ات ديستانس لحظي، سبين اب الثاني لحظيا بصير سبين داون، هل هذا التشابك الكمي لحظي؟ هل هناك شيء ما بنعرفه؟ اعتقد سوف تخبرنا به الدراسات المستقبليه، لكن الجواب لا نعلم. واعتقد يعني مع تقدم التكنولوجيا والإكسبرمنتس ممكن نصل لنتيجة أن التشابك الكمي قد ما أدعي قد لا يكون لحظي، وهي بتضيف معضلة إلى معضلة أخرى، والجواب لا نعلم. وتفسير عوالم تكلم فيها أستاذ أكرم ولن أدخل فيها، وشكرا لحسن الاستماع. نشكر دكتور عمار على هذا الإبداع. دكتور عمار على هذه المداخلة الرائعة. دكتور حنا صبار، مساء الخير. دكتور حنا، أرجو أن تعملوا حساب الآخر هوست عشان أعمل شيرينج. حنا صبار تو. معلش دكتور عمار، في طلب بس، يعني ممكن تدينا الرمز بس للدكتور محمد حاج، الرمز بس عشان هو يكتب، عشان هو أنا بعت لك اللينك مباشرة، فيمكن أنك أنت مباشرة تكبس على اللينك. هو بيسجل كده، ابعث لك يا دلوقتي مره ثانيه. اوكي، ابعته للدكتور محمد حاج. معلش، ماشي، هبعته مباشره. اوكي، معلش معلش، شكرا دكتور عمر.
طيب مساء الخير جميعا، وشكرا لهذه المحاضرات والمداخلات القيمة حول موضوع تأويلات ميكانيكا الكم أو الكوانتم. طبعا عنوان مداخلتي التي أرجو أن تكون يعني هي قصيرة في الواقع يعني، لكن الوقت المتاح قليل لذا سأحاول أن أختصر. عنوانها The Hydrodynamic Analogues of Quantum Behavior An Overview، أو المناظرات الهيدروديناميكية للسلوك الكوانتمي أو الكمي نظرة عامة. طبعا قد تستغربون أنه ما سأتحدث عنه هو في مجال الفيزياء الجاهرية أو العيانية، ولكن سنحاول أن نربط بين هذا المناظر بين يعني ما يناظر من العالم العياني أو الجاهري مع ما يحصل في العالم المجهري. طبعا هي تجارب حديثة نسبية. فالمناظرات الهيدروديناميكية للسلوك الكوانتمي أو الكوانتي أو الكمي هي ظواهر تجريبية من عالم ميكانيكا الموائع في الحقيقة، فهي بالتالي ظواهر عيانية ماكروسكوبيك تتعلق بالقطرات أو القطيرات دروبليتس يعني السائلة التي تقفز على سطوح سائلة متذبذبة موجودة في أحواض. يعني هناك سطوح سائلة تتذبذب بترددات معينة وتوجد على يوضع على سطحها قطرات أخرى أو قطيرات صغيرة، وتبدأ هذه القطيرات بالتذبذب بحيث تسلك تلك القطيرات سلوكا مناظرا لبعض الظواهر المعروفة في ميكانيكا الكم أو الكوانتم، من ضمنها ما يدعى بالبارتيكل ديفراكشن أو الحيود، الكوانتم تانلينج يعني ظاهرة النفق أو عبور الحواجز، كوانتايزد أوربتس المدارات المكمة، وتأثير زيمان وغيره. في الحقيقة هناك عدة تأثير ظواهر يمكن محاكاة بعض ظواهر ميكانيكا الكم من خلال هذه التجارب العيانية. طبعا الوقت لا يسعفنا للدخول في تفاصيل تلك التجارب، لذا سأعرض عليكم لاحقا الأوراق الأساسية في هذا المجال. لكن لو نظرنا إلى التاريخ إلى بعض التاريخ، آيزاك نيوتن على سبيل المثال في كتابه حول البصريات اعتبر نيوتن أن الضوء عبارة عن جسيمات في الحقيقة صغيرة جدا، ولكن تعامل نيوتن، وهذا قد يستغربه البعض، تعامل مع نوع من الأثير، افترض وجود نوع من الأثير المنتشر في الفضاء، وبالتالي قال بأن جسيمات الضوء هذه تؤثر في الأثير المحيط بها وتتأثر به، يعني نفس هذه الجسيمات تتأثر وتؤثر بالأثير. طبعا فرضية الأثير ضحضت تماما في القرن التاسع عشر مع تجارب مايكلسون ومورلي وغيرهم، فبالتالي أهملت فكرة الأثير نهائيا من العلم. ولكن يمكن أن نتحدث عن شيء ما يشبه الأثير لنقل، مع وقد أشار إليها الأساتذة الكرام قبل قليل، هي فكرة الويف ميكانيكس أو البايلوت ويف ثيوري، الأمواج القائدة للوي دي بروي. طبعا يمكن الرجوع لورقته الأساسية التي نشرت عام 1927 في شهر 5/1927، هي طبعا بعد نشره لطروحته الدكتوراه كما أشار دكتور هشام، التي يتحدث عن هذه الأمواج المصاحبة للجسيمات، فهي تؤثر أو تقود حركة الجسيمات. وديفيد بوم في ورقته الشهيرة عام 1952 suggested interpretation of quantum theory in terms of hidden variables، حيث أشار إنه يعني يمكن فهم هذه التغيرات أو يعني هذه الخواص العجيبة للجسيمات الكمية الكوانتمية من خلال وجود متغيرات خفية. فبالتالي هذه إشارة أخرى، طبعا يمكن ربط ذلك بالويف ميكانيكس لدبروي. هذه هي ورقة ديفيد بوم. وجون جي اس بيل عام 1987 قام بنشر كتابه المعروف Unspeakable in Quantum Mechanics، و
هو طبعا من المؤيدين تماما لفكرة المتغيرات الخفية وما قاله بوم، بالرغم طبعا هناك الكثير من الكتب والمقالات ويعني والبحوث التي نشرت وهاجمت ونقدت أطروحة بيل. إذن هذا باختصار موضوع، طبعا قد يتساءل بعض ما العلاقة بين ما يقوله سواء بوم وبيل ودوبروي من ناحية، وبين تجارب في الهندسة الميكانيكية أو في الميكانيكا المواعي تحديدا. طبعا إذا إن أردتم يمكن الرجوع إلى المراجع التالية، طبعا كمرجع يعني يحكي مبسط للقارئ العام يمكن الرجوع إلى Quantum Mechanics Writ Large لجون بوش، موجود هذا هو يعني الرابط موجود، زودكم بكل هاي الروابط يعني إن شئتم المهتمين. هذا هو المقال الذي يتحدث فيه عن هذه التجارب وربطها ب ميكانيكال كام. طبعا هذه الصور تظهر القطارات الموجودة التي يعني تقفز على هذا السطح الذي يتعرض إلى عملية ذبذبات. طبعا هناك تعطينا نوع من التذبذبات أو ما يدعى بستاندينج ويفز. ففي لحظة معينة عندما تقفز القطرة وتعود إلى الأسفل يمكن أن لا تعود في نفس مكان سقوطها بالضبط، بل في مكان آخر يعني تتزحزح قليلا، وتؤدي هذه العملية تدريجيا إلى حصول نوع من الحركة لهذه القطيرات. طبعا ما وجد وهو مدهش بالفعل أن سلوك هذه القطيرات يشبه سلوك الجسيمات الكوانتية أو الكمية. طبعا يمكن أن نفكر في السائل المتذبذب وكأنه أو هذه الأمواج المتولدة فيه يعني كأنها الأمواج البايلوت ويفز الخاصة بدوبروي. طبعا لن تتضح صورة تماما إلا عندما أعرض في النهاية مقطع فيديو سيوضح تماما هذا المعنى. طبعا هناك بعد هذه هناك طبعا كودي هو من أوائل من انتبهوا لهذه الظاهرة. كودي طبعا كان يدرس يعني كان هو يعني طالب في مجال الهندسة الميكانيكية أو ميكانيكا الموائع ولاحظ هذه الظاهرة ونشر في الفيزيكال ريفيو لاترز عام 2005 From Bouncing to Floating Non-coalescence of drops on a fluid bath. طبعا هون قد يتساءل بعض طب لماذا هذه القطيرات لا تندمج أو يعني تصير جزء من السائل. طبعا في حد معين من الذبذبة هناك طبعا critical acceleration يتشكل نوع طبقة هوائية رقيقة تمنع دخول أو أن تخترق قطرة السائل، تمنعها من أن تندمج مع السائل جسم السائل الكامل المتذبذب. طبعا هذه التفاصيل كلها موجودة في هذا البحث، وهذه صورة عن الصفحة الأولى من هذا البحث From Bouncing to Floating كما أشرت. هذه تعتبر يعني الورقة الرئيسية التي يمكن أن ينطلق منها من يريد أن يفهم الموضوع. هناك أيضا بحث مهم نشر من قبل يان مولاتشيك وجون بوش في طبعا هو في دورية خاصة بالفلويد ميكانيكس جورنال فلويد ميكانيكس فوليوم 727 في جولاي 2013 بعنوان Drops Bouncing on a Vibrating Bath. طبعا هذا يربط يعني يوضح المزيد من التفاصيل حول هذه القضية. أوكي. نأتي إلى ورقة أيضاً لكودي مع إيمانويل فور Single Particle Diffraction and Interference at a Macroscopic Scale. إذن بهذه الورقة أوضح كودي وجود ظاهرة الحيود للجسيمات الأحادية يعني القطيرات والتداخل ولكن على مستوى الجاهري Macroscopic Scale. هذه هي الورقة. طبعا هذا اعتقد انه هذا الموضوع بحاجه الى مش حتى محاضره بجوز ندوه كامله، يعني الغريب انه الموضوع مهمل من يعني بشكل عام رايته انه مهمل من قبل الفيزيائيين عموما. يعني اول مره انا سمعت عنه تقريبا بال 2000 كانت 2014 و
بالتالي عملت ألقيت محاضرة في حيني في جامعة البيت لطلاب الفيزياء، كان ضمن في إطار طبعا محاضرة حول تأويلات ميكانيكا الكم، ولكن ربما انشغلت بعدين في أمور أخرى. لكن هذه الندوة رجعت يعني إنجاز التعبير فتحت شهيتي نحو هذا الموضوع مجددا. في أيضا لكودي ومعاونه في 2005 Walking and Orbiting Droplets، وقد نشرت في مجلة نيتشر عام 2005. هي حقيقة بحث من صفحة واحدة، نشروا هاي النتائج Walking and Orbiting Droplets عندما تدور في دوائر في مدارات مكمعة. إدي ومعاونوه في جون 2009 نشروا في Physical Review Letters، نشروا بحث بعنوان Unpredictable Tunneling of a Classical Wave Particle Association. طبعا راح نعرض حتى بالفيديو مقطع الفيديو كيف يحصل موضوع التانلينج أو تأثير النفق في هذا المجال. نمشي شوية سريع عشان ننتقل للفيديو. Level Splitting at Macroscopic Scale أيضا لإدي ومعاونوه عام 2012 Physical Review Letters. Wave-like statistics from pilot wave dynamics in a circular curl برضو لدانيال هاريس ومعاونوه Physical Review Letters في جولاي 2013. و double slit experiment with single wave driven particles and its relation to quantum mechanics. طبعا هاي مجموعة منهم أندرس أندرسون ومعاونوه نشرت في Physical Review Review E في عام 2015. هاي مجموعة حقيقة أكيد ليست شاملة يعني، لكن أعتقد ممكن أن ينطلق منها أي باحث مهتم بهذا الموضوع. وأعتقد أن إجراء هذه التجارب ممكنة في مختبر بسيط، يعني إحنا نتحدث عن سائل قد يكون سائل من السيليكون. إذا ننتقل إلى الفيديو، مقطع الفيديو حوالي 7 دقائق، لكن مش متأكد أن الصوت راح يظهر ولا لا. راح أحاول أعلي الصوت من إذا ما ظهر صوت راح أعلق عليها. عفوا. واضح الصوت؟ واضح؟ نعم. طبعا قطرة في حالة حركة حاليا. Now, every time a droplet lands on the surface, it creates a wave. But this is a special type of wave driven by the vibration of the oil bath. It is a standing wave, meaning that it's not traveling out, it's just oscillating up and down. So the droplet makes the wave, and then it interacts with that wave on its next bounce. If the drop lands on one side of the wave, it is pushed forward. And as long as the bounce of the droplet remains synchronized with the wave, it'll keep landing on the front side of the wave and getting pushed farther forward. Droplets like these are known as whoppers. The bouncing oil drops have been known about since the 1970s, but only recently has it been discovered that we can use these little droplets to replicate many of the strange phenomena in quantum mechanics. Now, obviously, this is not a quantum system. The droplets are about 2 meters in diameter. But you can think of the droplets like quantum particles, say electrons. One experiment that captures the key features of quantum mechanics is the double slit experiment. If you send a beam of electrons at two narrow slits, well, the electrons, rather than behaving like تجربة الشقين, behind slits, they produce an interference pattern, even when you send each electron through one at a time. With whopping droplets, the pilot wave goes through both slits,
لاحظوا ان في حين ان القطره الواحده تعبر من شق واحد، لكن الامواج المصاحبه لها تدخل من الشقين مع بعض. هذا ممكن يفسر لنا حدوث التداخل بين يعني بهاي التجربه او انماط التداخل اللي بتحصل. هون عندكم محصوره نفس القطره محصوره داخل يعني حواجز، راح نشوف انه بعد شوي ممكن انها تقفز او مش تقفز، انها تعبر الحاجز بالاحرى من خلال التانلينج افكت. هذا راح نشوف عمليه المدارات المكمله. This is the probability density finding the droplet at any point in the ground. And it looks very similar to the probability density of مع كثافة الاحتمالات الموجودة في الكوانتم سيستم. Guides their motion, and that wave is actually created by an oscillating particle. Now, this pilot wave theory was marginalized when the standard. The Copenhagen interpretation excludes anything that cannot be directly observed, and it says everything that can be known about a particle is contained in its so-called wave function. But adopting this view forces them to give. صوت دكتور حنا معلش، حاول تعلي صوت الفيديو. مفيش صوت. لا ما هو قفل الصوت يا جماعه عشان عشان الصفاره اللي بتطلع. عم بلخص كل اللي حكاه. طيب أقول نكفي بهذا القدر. بس هي تعليق أخير يعني هو حاول تكمل يا دكتور حنا، اكتم الصوت وتكمل انت حضرتك. اوكي، ما هي الفكرة؟ اذا انه شيء مشابه لما يحصل مع قطيرات الماء على السائل المتذبذب يحصل مع الجسيمات الكوانتمية او الكمية، لكن من اين يعني تأتي هذه التذبذبات؟ الفكرة هو محاولة ربطها مع امواج دبروي، هذه الفكرة باختصار يعني. الآن راح أزودكم بكل الروابط اللي يعني عرضتها بما فيها روابط للبحوث أو الأوراق البحثية. السؤال الذي يطرح نفسه في النهاية يعني هاي كأنه عم نحكي أنه النموذج التأويل الميكانيكال كم إن صدقت هذه التجارب طبعا في تفسير ميكانيكال كم، فهذا يعني أنه الجسيمات الكمية الكوانتمية هي جسيمات كلاسيكية بمعنى ما يعني هي حتمية لها مواقع محددة لها خواص معروفة، ولكن تفاعلها مع هذه الأمواج هي التي تعطيها الخواص الكمية الغريبة أو الكوانتمية الغريبة. لكن يبقى السؤال ما هي هذه أمواج دبروي يعني في النهاية يعني ما طبيعتها إلى آخره؟ هل هي أمواج مادية؟ هل يعني هناك الكثير من التساؤلات إن أردنا أن نتبنى هذا المفهوم يعني أو هذا التأويل. تمام،
وبكتفي بهذا القدر. وأعتقد كانت كثير أسئلة حول الموضوع، نحاول نجاوب عليها خلال بعد قليل. شكرا لك دكتور حنا، ألف شكر لك. نقفل الشيء. أطلع من الشيء دكتور حنا. أنشير. نعم أنشير. احنا طبعا كده نرجع بقى لأسئلتنا احنا ولا ايه؟ ده طبعا كان سؤال النظرة العامة لدكتور هشام ودكتور عمار ودكتور محمد أكرم وحتى دكتور حنا، حاولوا من خلال مداخلاتهم انهم يجاوبوا لنا عليه. دكتور محمد حاج لو موجود. دكتور محمد هو بيحاول يخش عصام، بس اصبر عليه، انت اسال عادي وما يخش هو يعلق او هو يضيف. اتفضل يا عصام. تمام اوكي. احنا عندنا طبعا مدرسه كوبنهاجن ومواقف المعارضين لها عند اجراء السؤال الاول عندنا بيقول عند اجراء القياس على نظام كمومي جسيمه مثلا سوف تنطق احدى الحالات المتراكبه الممكنه وبشكل عشوائي بحيث لا يمكن تحديدها مسبقا فتختفي كل الحالات الاخرى، ودي بنسميها فرضيه الانهيار او الاختزال الهزلي. بعد اجراء القياس تعود الجسيمه في حالات متراكبه من جديد، اذا كررنا القياس مره اخرى وبنفس الشروط التجريبيه سوف لن تتكرر نفس النتيجه السابقه بشكل حتمي. كل اشكال القياس والتجهيزات التجريبيه سوف تبرز ضمن السلوك الجسيمي او السلوك الموجي وليس معا في آن واحد. ده مبدا التكامليه لبور، وهنا لا معنى للحقيقة الفيزيائية إلا عند إجراء القياس، ودي برضه حدثية القياس لبور. السؤال بتاعنا بقى الخاص بالجزئية دي، في هذا التفسير اللي هو تفسير كوبنهاجن، إيه اللي أزعج كل من أينشتاين شرودنجر ودي بروي دي بروي بوم. تفضل دكتور هشام لو موجود. أجاب عنه هالسؤال. ألو؟ أقول لك هو أجاب عنه في المقدمة بتاعته أصلاً. نعم. أجاب عنه في المقدمة بتاعته. بس بحب يعلق لحظة شوية، دي موجود؟ طبعاً لازم يعلق. لازم. وحضرتك ودكتور محمد أكرم برضو كذلك. دكتور هشام. دكتور حنا لو عاوز دكتور محمد. دكتور محمد you are co-host please join. أنا حقيقة إذا أردت أن أجيب هذا السؤال فسوف أنطلق من الكوانتم جامز اللي حكيته قبل قليل، إنه سوف لن تتكرر نفس النتيجة. نعم سوف تتكرر النتيجة، لأنه النتائج التجريبية اللي صارت تكررت التجربة والتراجكتوري نفسه تكرر، هي حسب المفهوم الجديد. لكن أعتقد إنه يعني هاي نتيجة محيرة. في أي تعليق تاني عند دكتور حنا أو دكتور هشام أو دكتور محمد؟ دكتور هشام أعتقد مش عارف. هاي موجود دكتور هشام. دكتور هشام موجود؟ نعم. معش حد يقرأ السؤال؟ أيوة سامعيني؟ سامعينك دكتور هشام. نقرأ السؤال. في تفسير كوبنهاجن ما الذي أزعج كل من أينشتاين وشرودنجر يا دكتور هشام؟ ودي بروي بوم. دي بروي بوم على أساس أنهم فرقة واحدة. عيد. في تفسير لماذا؟ مش تماما، لا مش فرقة واحدة. لو نقرأ السؤال كاملا. مش تماما فرقة واحدة. لأنه بوم عندما عرض نظريته عام 52 أينشتاين لم يكن متحمسا لها، يعني هم بلا شك أن ما جمعهم هو معاداتهم لتأويل كوبنهاجن، ولكنهم في الواقع يعني ما كانوا تماما، مواقفهم متماثلة تماما مع بعضها بعضا. أما
سؤال والله ممكن. وقول لحضرتك، قول لحضرتك السؤال تاني. ايوه السؤال اذا ممكن. اقرا اقرا السؤال. ايه اللي كان في تفسير كوبنهاجن يعني ما كانش يجد سؤالا لاني مش سامع. الو تمام يا دكتور دكتور هشام. خرج دكتور هشام ولا موجود؟ دكتور محمد اكرم لو يقول رايه. دكتور محمد اكرم معنا؟ انا موجود طبعا. اتفضل دكتور محمد. انت من وجهه نظرك يا دكتور محمد ايه وجه اعتراض يعني ليه اينشتاين اعترض على مدرسه كوبنهاجن؟ انا شرحت الموضوع هذا ممكن في الكلمه التي يعني البدايه. لا وجهه نظرك يا دكتور محمد، وجهه نظرك يعني كوجهه نظر. لا 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 انا سامع ولكن الصوت واضح ولا؟ واضح. الصوت واضح. قلت لك انا تكلمت الموضوع كان اول شيء يعني فلسفي يعني لانه اساسا كما قلت اينشتاين وشرودينجر ودبروي وبوم لما تروح تشوف يعني هم ينتموا الى مدرسة فلسفية اسمها رياليستيك. ما معناتها رياليستيك والعكس تحم اللي هما الانر رياليستيك اللي هما الجماعة تاع يعني بور اللي يؤمنوا بالكولابس اوف ذا ويف فانكشن. الجماعة تاع ما يسمى اللي هي رياليستيك المدرسة يعني الواقعية اللي ما عرفش اذا كانت ترجمة حقيقية ولكن انا قلت رياليستيك يعني أنهم المذهب هذا يؤمن أنه لا علاقة أنه الفيزياء independent أنه الفيزياء مستقلة عن الأوبزيرفر عن الملاحظ يعني ولكن يعني الكوبنهاجن interpretation والمشكلة تاع القياس هذه دخلت يعني الموضوع تاع الملاحظ أنه يعني أنه الفيزياء أصبحت عندها علاقة بالأوبزيرفيشن اللي هي غير واضحة غير يعني لا تفهمها كما قلت. هل الاوبزرفيشن يعني تحتاج وعي هل لا تحتاج وعي؟ هل ممكن الحيوان يعمل اوبزرفيشن؟ هل ممكن انسان يعمل اوبزرفيشن؟ هل ممكن كاميرا تعمل اوبزرفيشن؟ كل هذه غير واضحه. فهم يعني يؤمنوا ايمانا المدرسه هذه تاع رياليستيك تؤمن ايمانا ان الفيزياء يجب ان تكون مستقله عن ما يسمى الملاحظ يعني عن الاوبزرفيشن عموما. هذه هي الاجابه التالية. شكرا لك دكتور محمد. دكتور هشام دخل ولا لسه يا جماعه؟ طيب السؤال الثاني برضو في احنا فينا عندنا تجربه اسمها تجربه اسبي الشهيره 1982 اثبتت خرق متباينات بال او بيل بما يعني ان ميكانيك الكم لا موضعي ولا يحتاج الى متغيرات خفيه وهكذا. فصلت هذه التجربه بحكم حاسم ضد اينشتاين لصالح بور. السؤال ده ماذا عن الحكم الصادر تتاء نظريه ديبروي بوهم اللي هو التفسير الانطولوجي وهذه التجربه؟ واذا كانت هذه التجربه لا تدحض هذا التفسير فلماذا لا يدرس ميكانيكا الكم وفق المذهبين معا على حد سواء اللي هو سواء كان مدرسه كوبنهاجن او مدرسه ديبروي؟ دكتور حن الو انا موجه لكلكم حضرتكم كمان يعني لكلكم. انا ممكن اجاوب يعني. نعم تفضل دكتور. الاجابه ببساطه انه يعني الان ولا واحد يهتم ب يعني ديبروي بوم يعني انتربريتيشن يعني هي زي ما قال بعض الناس هي game stoppers يعني انه اللعبه تاعها يعني انتهت خلاص يعني. لماذا؟ لانه المشكله يعني انها ما تذهبش بعيد يعني اول حاجه كانت عندها مشكله كما قال الاستاذ حنان يعني الاستاذ غصيب من قبل المشكله في سنه 1927 او يعني لما يعني ذكرها دبروي كانت المشكله تاعها هي non locality يعني انه يعني انها عندها مشكلة النون لوكاليتي ولكن بعدين يعني أصبح الموضوع أكثر من هذا أنه لا يمكن أن نجمعها مع النسبية الخاصة
على عكس ما يسمى كوبنهاجن انتربريتيشن، فجمعناها مع النسبيه الخاصه واعطتنا ما يسمى نظريه الحقول الكميه او كوانتم فيلد ثيوري، اللي عندها يعني هي نظريه او اعظم نظريه في الفيزياء النظريه اللي مقابلها النسبيه العامه. ولكن يعني دبروي بون لا نجد لا نعرف لها يعني يعني هي نظرية غير نسبوية، ولا يمكن لحد الآن شخص يعني استطاع أن يجمعها مع النسبية الخاصة، فإذا لا توجد نظرية حقول قائمة عليها، فبالتالي هي يعني فشلت في السباق مع كوبنهاجن فانتهت إلى مرحلة معينة، ولكن كوبنهاجن مشت إلى نظرية الحقول الكمية وما بعدها. هل ممكن أعقب يا دكتور محمد؟ تفضل يا باشمهندس. تمام، يعني حضرتك طبعا شرحت بشكل رائع ليه اتجاه نظريه دبروي بوم اللي هي البايلوت ويف ثيوري انها اتاخرت عن تفسير كوبنهاجن، بس يعني لو احنا يعني مدينا الخط على امتداده، يعني هي مستنيه تكوين كوفاريانت، يعني تكوين هاملتوني كوفاريانت للفيلد ثيوري اصلا علشان تقدر تعدي الخطوه دي، وحتى الان ما فيش اصلا تكوين كوفاريانت للفيلد ثيوري كهاملتونيان، يعني هاملتونيان فورميليشن فور فيلد ثيوري اصلا ده مش موجود حتى الان. والناس مثلا بتوع كوانتم جرافيتي، لوب كوانتم جرافيتي بالذات، يعني كل شويه بيطلعوا تكوين جديد وبيطلع فيه مشاكل، فهي عشان تاخد الخطوة دي هي مستنية حاجة تحصل علشان تعدي الحاجز ده. مدرسة كوبنهاجن عدت اسمعني في شيء، احنا نؤمن، انا ممكن معاك في الكلام هذا، ولكن يعني نحن نرى ما امام الطاولة. يعني انت مدرسة كوبنهاجن لو تشوف الكوانتم فيلد ثيوري واللي هو الجمع ما بين ميكانيكا الكم ونظرية النسبية الخاصة، يعني هذا الامر كان عن طريق ديراك في يعني في نهاية العشرينات بداية الثلاثينات، يعني الموضوع كان يعني بدري شديد يعني. ولكن يعني بوم من وقتها، من وقت ما يعني دبروي يعني حطها 1927 لغاية الآن 2020 لم تفلح في الموضوع هذا، بالعكس يعني في الكوبنهاجن انتربريتيشن ارتقت إلى كوانتم فيلد ثيوري، بعدين جيج فيلد ثيوري، وبعدين أشياء أخرى يعني، وانتهت يعني توجت بستاندرد موديل أوف بارتيكل فيزيكس اللي هو يعني توجت تجريبيا بالهيكس بوزن. ولكن يعني يعني لما تقول لي انا معاك يعني في الكلام هذا، ولكن اخذت مده طويله اخي الكريم من 1927 مرورا ببوم في 1951 الى غايه 2020. فصدقني يعني لو تروح يعني للبيبرز والجماعه ولا واحد يهتم بها حاليا، يعني انا قاعد نتكلم عن الواقع يعني. تمام مع حضرتك طبعا، ان هي حتى الان هي واقعيا ما حصلش، بس ده ما يمنعش ان لو احنا عدينا العقبه بتاعت الكوفاريانت هاملتونيان فورميليشن للفيلد ثيوري اصلا هنقدر نعدي العقبه بتاعت تحويلها للكوانتم فيلد ثيوري معتمد على البايلوت ويف ثيوري. ان شاء الله نتمنى تكون رياضيات يعني قائمه على الموضوع هذا، ونتمنى انه يكون الناس مهتمين بالموضوع هذا يعني اكثر. تمام. معلش دكتور محمد، هل هو له علاقه بالرياضيات اكثر ولا بالفيزياء اكثر؟ والله ما سمعت تفسير بوم. هل تفسير بوم هل له علاقه بالرياضيات اكثر ولا بالفيزياء اكثر؟ لا 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 بالفيزياء اكثر، يعني هو فيزيائي هو تفسير فيزياء يعني انه عندك ما يسمى كما قلنا هو يعتمد على تو ايكويشنز، يعتمد على معادلتين، المعادلة الأولى هي معادلة شرودينجر التي تصف الديناميكية أو الحركة تاع ما يسمى الموجة تاعنا عبر الزمن أو تطور الموجة تاعنا عبر الزمن، والجايدين ما يسمى إيكويجن أو معادلة الإرشاد التي ترشد ما يسمى البارتيكل هذه، وأنه يعني الفكرة تاعها هي هيدن فاريبل يعني انتربريتيشن، هي تعتمد على فكرة يعني أينشتاين هو الذي خرج يعني فكرة الهيدن فاريبلز، وأساسها ما هو
أساسها أنه هو أينشتاين أساس الخلاف ما بينه وما بين بور الذي قال أنه God does not play dice. لا يلعب النرد. أساسه هو فلسفي أنه nature الطبيعة ليس أساسها الاحتمالات. ليس أساسها احتمالات. بالنسبة لأينشتاين ممكن في معلومات مخفية عنا نحن، ولهذا نعتبرها يعني إحنا بالنسبة لنا هي في احتمالات، ولكن هي معلومات مخفية سماها hidden variables، متغيرات خفية. فجاء يعني دبروي وكانت جزء من هذه المدرسة، كيف أنه اعتبر أنه الجسيم يعني تقوده ما يسمى الموجة هذه، ولما تقوده هو يدخل من مكان في تجربة الشقين من مكان واحد ويصطدم في نقطة معينة، ولكن الانترفيرنس باترن التداخل هي تكون عن طريق تداخل تاع الموجة المصاحبة، وأنه الاصطدام هذا اللي يكون في الشاشة يعني تاع ما يسمى تاع تجربة الشقين هو اللي يسمى بون تراجكتوري اللي هو مسار بون، هو يعني هو مسار ديترمينيستيك يعني واضح، ولكن ما هو الغير واضح في ما يسمى البون بون يعني دبروي انتربريتيشن غير واضح منها هي الانيشال بوزيشن ولا الانيشال يعني فيلوسيتي يعني الشروط الابتدائية غير واضحة اللي هي الهيدن فاريبلز تاع أينشتاين، أنه البوزيشن تاع البارتيكل الأولية يعني الموضع الأولي للجسيم وسرعته الأولية هي متغير مخفي هيدن فاريبل. تمام تمام، يعني هي ليست امتداد لتفسير كوبنهاجن. معلش أنا لا على هو موضوع. كما ذكر الأستاذ يعني هشام غصيب هي أول interpretation ظهرت يعني، ولكن بطريقة لما يعني ظهرت فيها مشكلة النون لوكاليتي يعني الناس يعني دبروي حتى هو يعني في اجتماع سولفي يعني تناساها وتبنى يعني ما يسمى كوبنهاجن انتربريتيشن وظهرت للحياة مع بوم في الخمسينات. تمام، شكرا دكتور محمد. شكرا لك دكتور محمد. في بحث برضه يعني مفروز ما أثار كثير اهتمام طلع من حوالي 7 سنوات بعنوان كان بوميان ميكانيكس بي ميد ريلاتيفستيك، راح أعملكم شير عليه بس عشان تشوفوه، بعدين بودي لكم تفاصيله بس ثواني. شير سكرين. ممكن ملاحظة سامعيني يا ترى؟ تفضل دكتور هشام، تفضل. ممكن ملاحظة تفضل دكتور هشام، تفضل. بالنسبة ل شكرا، بالنسبة لبوم في الواقع فعلا الانطباع اللي انا ماخده والعديدين انه من الصعب جدا ربما من المستحيل التوفيق بين تاويله وبين النظريه النسبيه الخاصه واللورنتس ترانسفورميشنز، ولكن في قبل وفاته مايكل عطيه الرياضي المشهور دخلت في حوار معه على الفيسبوك في الواقع، وهو من مؤيدي كان من مؤيدي تاويل بوم مايكل عطية، وفي الواقع يعني أصر على أنه لا يمكن وأنه هذا حصل التوفيق بين النسبية الخاصة وبين يعني لورنتس ترانس. قد ما بعرف إذا كان بيشير إلى هذا البحث اللي راح أعرضه عليكم بس ثواني. مشكلة كبيرة عند الدكتور هشام إن أيوه يخرج بيطلع على فكرة. تفضل دكتور حنا، اعرض بحثك اللي هو كان بوميان ميكانيكس بي ميد ريلاتيفستيك. طبعا هم 5 مع بعض: ديتليف دور، شيلدون جولدشتاين، ترافيس نورسن، وورت سكوفر، ونينو زانجي. طبعا هو البحث عمره حوالي 7 سنوات او 6 سنوات وشوي، فبتحدث بس اقرا لكم الابستراكت. بعرف واضح عندكم على الشاشه؟ نعم واضح. Okay. In relativistic space-time, Bohmian theories can be formulated by introducing a privileged foliation of space-time. The introduction of such a foliation as extra absolute space-time structure
would seem to imply a clear violation of Lorentz invariance, and thus a conflict with fundamental relativity. Here, we consider the possibility that instead of positing it as extra structure, the required foliation could be covariantly determined by the wave function. We argue that this allows for the formulation of Bohmian theories that seem to qualify as fundamentally Lorentz invariant. We conclude with some discussion of whether or not they might also qualify as fundamentally relativistic. So هذا البحث بعتقد ممكن يكون يعني حل المشكلة, لكن يعني بده نظرة متعمقة يعني. وجوز زي ما حكى. لا أعتقد هو برضو بيقرر الحتمية. عفواً. هو بيقرر الحتمية أعتقد في البحث ده, يعني هو برضو بلقى للحتمية. رش ملاحظ بالسريع على السريع, هي يعني نقدر نفهمها عبارة عن مفارقات بين مدارس فلسفية مختلفة. يعني الديترمينستيك أو الحتمية تعود في التاريخ إلى نيوتن إلى لابلاس بداية. فعندك initial condition وعندك حقيقة ممكن أنت تتنبأ بالفيوجر بدقة عالية, فهي تعود قديمة في التاريخ إلى لابلاس. الجهة الآخر اللي هو probabilistic, يعني اللي هو الجانب الاحتمالي. فبالتالي يعني نفهم المدرستين من هذا الجانب, من العودة إلى المدرسة الفلسفية الابستمولوجية الأصلية أو نظرية المعرفة لكل من هؤلاء المدارس. أوكي, شكرا لك دكتور عمار. أوكي شكرا يا دكتور حنة. هاي بس أعمل stop share. stop share. تمام. نرجع لأسئلتنا. طبعا دي كلها عبارة عن الأبحاث الخاصة طبعا بالتجارب وبالطروحات, ودي ممكن نزودكم بها بعد كده. ندخل على تفسير العوالم المتعددة الإبريت مين وورز انتربريتيشن. يعتبر تفسير العوالم المتعددة من بين التفسيرات المطرحة للميكانيك الكمومي والتي ولدت من رحم مدرسة كوبنهاجن. ما هي الحلول الجديدة التي قدمها هذا التفسير متجاوزا بعض إشكالات أو مفارقات التفسير الكوبنهاجي كفرضية الانهيار مثلا؟ أنا أعتقد أجبت على السؤال هذا يعني بوضوح. حضرتك صحيح, لأن أنت أجبت على السؤال ده لما قلت إن هو الراسب هيبقى كمومي في الحالة دي. لا, وأنه حلت مشكلتين, هي the reality and the measurement problem. مشكلة the reality يعني قال أنه the wave function الموجية هي تصف الحقيقة الفيزيائية. والمشكلة الثانية أنه ما فيش collapse, ما فيش انهيار للدالة الموجية, بل هي دائما تتبع شرودينجر equation مهما كان الوضع. وأنه كل شيء كمي, يعني أي كل شيء في الwave function بما فيها الobserver وبما فيها الenvironment وبما فيها يعني الشيء اللي راح نقيسه. تمام. كان في سؤال بقى بيسأل عن النقطة دي, يعني ازاي اصلا يبقى الراصد كمي وهو احنا يعني من وجهة نظرنا احنا ناس كلاسيكيين, يعني الحاجات ما تتحركش لوحدها غير من او بتتحرك بسرعة ثابتة, لكن ما بيحصلهاش عجلة او بتنتقل من حالة لاخرى غير تأثير قوة خارجية, يعني إحنا ناس كلاسيكيين. الآن يجب أن تفهم كلمة كلاسيكال ما معناتها, يعني في الانتربريتيشن, لأنه كلاسيكال ممكن أي شخص يفهمها عندها مليار معنى. ممكن واحد كلاسيكال يفهمها أنه السرعة أقل بكثير من سرعة الضوء, ممكن كلاسيكال يفهمها أنه على المستوى الكبير جدا, ممكن كلاسيكال يفهمها ديترمينيستيك, يعني على حسب المعنى الذي يقصد به إبريت ما معناتها كلمة كلاسيكال. كلاسيكال أنه يعني ما يخضعش إلى قوانين ميكانيكا الكم, ولكن لما أصبح كوانتم فيصبح الأوبزيرفر اللي هو مثال الإنسان اللي راح يقيس يخضع لقوانين ميكانيك الكم بما فيها التراكب الكمي اللي هي superposition principle, ويصبح عند wave function هو جزء من wave function ويخضع تطوره يعني ويخضع إلى معادلة شرودينجر عن طريق تطور الدالة الموجية العامة اللي سماها the universal wave function, الدالة الموجية الشاملة.
تمام. طب ازاي المراقب الكمي اللي هو ممكن يكون في حاله تراكب ساعة لما يجي يرصد نظام كمي ممكن يكون في حاله تراكب برضو يشوف نتيجه واحده؟ هي ما هنا ما اجاب على السؤال، قال انه قبل الميجرمنت انا ما عنديش قياس فقط، انا ليس عندي قياس فقط، انا عندي قياس ولكن قبلها عندي ديكوهيرنس. ما معناتها ديكوهيرنس؟ انه يعني ليست انا فقط، لانه بعض الناس ماذا يعتقد؟ يعني في إيفرت لما أجاب على هذا السؤال وأجاب دويت، ولهذا انتقلت الانتربريتيشن يعني التفسير انتقل من الاسم تاعه اللي هو The Theory of the Universal Wave Function إلى Mini World Interpretation. Mini World Interpretation ليست كانت التسمية تاع ما يسمى تاع إيفرت، بل هي تسمية دويت، لأنه ذكر نفس السؤال الذي ذكرته أمام الكوميونيتي المجتمع العلمي، والإجابة كانت أنه أنت لما تقيس هذا القط يعني حي أو ميت، أنت يعني السيستم يعني أنت الملاحظ، وهذا هو النظام الفيزيائي اللي هو القط، ولكن نسيت شيء آخر. ما هو؟ اللي هو بقية الكون، بقية الكون اللي هو سماه الانفايرمنت، هذا نسيته. وأنا والسؤال هو المبدأ تاعه الأساسي أنه كل شيء كمي، معناتها القط اللي هو راح نقيسه النظام المقاس هو كمي، والملاحظ كمي، وبقية الكون كمية، كل شيء كمي، وكل شيء هو جزء من الويف فانكشن الشاملة اللي سماها. إذن ماذا يحدث؟ أول شيء قبل عملية القياس، قبل وركز عليه، قبل عملية القياس يحدث تشابك كمي ما بين ما يسمى النظام المقاس اللي هو القط، ويعني والانفايرمنت بقية الكون الانفايرمنت، فبالتالي يعني ينقسم، وهنا يحدث البرانش، فيحدث انقسام، معناتها في كون فيه القط حي وليس أو وقت فيه وكون كون آخر أو وقت آخر في القط ميت. آه تمام. نعم. يعني العالم نفسه كأنه اتقسم، الورلد نفسه اتقسم لتو ورلد. طبعا، لأنه لا، لأنه في تراكب كمي، حتى العالم في تراكب كمي. فهمت ولا لا؟ يعني أنه كل شيء في تراكب كمي حتى الانفايرمنت. أول شيء يحصل هو الديكوهيرنس. ما هو تعريف الديكوهيرنس كعلميا؟ هو التشابك الكمي ما بين النظام المقاس اللي هو في الحالة هذه القط وما بين الانفايرمنت، يحصل ما بينتهم تشابك كمي. فماذا يحصل؟ يحصل أنه عندك ما يسمى عالم فيه ما يسمى القط حي، وفي نفس الوقت عندك عالم فيه القط ميت. هذا قبل القياس يحصل الديكوهيرنس اللي هو التشابك الكمي مع ما يسمى الانفايرمنت. بعد ما تفتح انت البوكس يحدث القياس اللي هي السكند ستيب، الخطوة الثانية اللي هي ما يسمى الميجرمنت. فهنا انت تولي تصبح خاضع للتراكب الكمي، فتصبح انت الجزء الاول تاعك يعني يخضع الى ما يسمى الكون رقم واحد، يعني يصبح جزء من الكون رقم واحد الذي يصف ما يسمى الذي يعيش فيه القط حي، وليس او، وفي نفس الوقت انت في كون اخر، او كوبيز او نسخه منك انت في كون اخر يعني الذي يصف القط ميت، ولهذا تصبح ما يسمى في عالمين. مثال في هذه الحالة، فتصبح عديد العوالم. راح تقول لي وأنا لا أحس بالشخص الثاني محمد أكرم الثاني اللي في العالم الآخر، لأنه أثبت يعني ما يسمى إيفريت أنه ما يسمى الايجن ستيت، يعني المتجهات الذاتية تاع الشخص هذا والشخص الآخر هي متعامدة، يعني مستحيل أنه يحس هذا بالآخر. شكرا لكم. شكرا يا دكتور. بس ملاحظة، اسمحوا لنا بس ملاحظة بسيطة على كوانتم ميجرمنتس. يعني بذكر قبل سنوات كنت في حوار مع ديفيد جروس حول هذا الموضوع. موضوع أعقد بكثير، يعني قضية القياسات الكمية أعقد بكثير من يعني مما نستطيع نفهمها. يعني مثلا يعني بتذكر العبارة اللي ذكر ليها، قال if you want to measure it you disturb it. انت عندك كوانتم سيستم بدك تقوم بعمليه قياس،
ايش ادوات القياس؟ خلينا نرجع للواقع ونبتعد شوي عن المصطلحات. عندك كوانتم سيستم، بدك تقوم بعمليه قياس للكوانتم سيستم، تستخدم اداه قياس، تستخدم اللايت. بس if you want to measure it you disturb it، انت تؤثر على النظام الكمي. وبالتالي هاي المشكله، حتى تجريبيا المشكله انك انت بعمليه القياس تقوم بالتاثير على النظام الكمي. فما في شيء يعني ما في شيء اسمه يعني احنا نيوترال اوبزرفر بيقدر يشوف القضيه. هاي واحده. وهذا ما قصدت به الدكتور. يو وانت تو ميجر ثابت. انا بتذكر هاي العباره، كنت في حوار مع ديفيد جروس قبل حوالي يمكن 15 سنه في مؤتمر، فوقفنا جانبا بعد المؤتمر وجلسنا وصرنا نتكلم، وكان عن يحكي عن الاسومتك فريدم، تعرف موديل تاعه الكيو سي دي، اللي هو كوانتم كروموداينامكس، اللي هو كواركس انتر اكشن واسومتك فريدم منهم، وتطور الحوار الى قضيه المجرمنت. فقال لي هاي المشكله، اف يو وانت تو ميجر تو ديسيرف. لهذا السبب زي ما ذكر الاستاذ اكرم انه الكوانتم الاوبن كوانتم سيستم بتحكي عن كوانتم سيستم، بتحكي عن باث، بتحكي عن انفايرمنت، وفي انتر اكشن ما بين الكوانتم سيستم والانفايرمنت، اللي هي وضعناها قبل شيء، اللي هي بسموها ماستر ايكويشن، اللي هي الكابلنج الموجود في ماستر ايكويشن، هو بيعطيك الانتر اكشن ما بين الكوانتم سيستم والانفايرمنت. وهذه أنا كما قلت الإفريت لما قال أنه داخل البوكس قبل ما تفتح هناك إنتراكشن، مثال هو ضرب مثال بين البوتونز اللي هناك يعني، وما بين ما يسمى يعني كما قلت أول شيء يحدث إنتراكشن مع الشيء المقاس ومع الانفايرمنت، وهذا ما يسمونه هما، نتكلم على إفريت مش عموني، يسموه ديكوهيرنس. فبالتالي في كوبنهاجن هناك observation اللي هي الميجرمنت، القياس هو مكافئ للملاحظة. يعني الميجرمنت مكافئ للobservation وهي خطوة واحدة، ولكن عند إفريت في خطوتين، في الديكوهيرنس اللي هو الانتراكشن مع الانفايرمنت ثم عملية القياس. شكرا لك دكتور عمار، شكرا لك دكتور محمد. ننتقل الى السؤال اللي بعده، ولا في اي تعليقات ثانيه؟ بس في اسئله من الجمهور، يعني في ملاحظه يعني نحترم الجمهور، والجمهور دكتور محمد يعني اخذ دكتور محمد. ففي اسئله عم تطرح كثير على الشات من الجمهور، فنحن في خدمه الجمهور، واعتقد اذا الاخوه بي 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 قرأونا الأسئلة. الأستاذ عباس معلش مش معايا ماشي قدام الشات، فدكتور معانا مش مهندس. هنطرح احنا السؤال، هنشوف السؤال. الأسئلة مرفوع إيديهم ناس من الجمهور، عباس الفاعوري بعرفش يعني خلينا نسمع. أنا ممكن أقول سؤال بس؟ تفضل. هقول سؤال اللي هو من الجمهور طبعا. دكتور هشام والحضور الكرام، سؤالي، وأنا لست خبيرا في الفيزياء لكن مطلع عادي، أنه إذا افترضنا أن الزمكان ليس متصل وإنما مبكسلا ضمن الوحدة الصغرى، مبكسلا لزمن ومسافة، ديسكريت يعني إيش؟ ديسكريت يا دكتور، ديسكريت. ألو؟ أيوة نعم. أن زمن ليس موجودا ضمن الحدود الدنيا لأصغر من زمن بلانك، وهذا قد يفسر الاحتمالات المتعددة وانهيار الدالة الموجية أثناء القياس، وإن ميكانيك الكم تنطبق بوضوح على الجسيمات ما دون الذرية، حيث تصبح وحدة الزمكان كدالة منفصلة لها تأثير كبير على تصرف هذه الجسيمات، بينما لا نرى تأثير وحدات الزمكان المنفصلة لهمين بيكسل يونيت اوف تايم اند سبيس على الجسيمات الأكبر من ذرية إلا في حالة السرعة ضمن نظرية أينشتاين في النسبية. وانا عايز اعمل ديسكريت للسبيس تايم نفسه ولا تفضل ممكن نعمل له موجود ولا لا؟ هو موجود دكتور استاذ، يمكن اتصال انقطع فيه الان لحظه شويه. ناصر ال مش شايف موجود دكتور هشام، لحظه شويه دكتور هشام، ميوت يور مايك. انا اظن استاذ ناصر صاحب السؤال هو ممكن يشارك معنا بال هو ايوه ها هلا اشتغل بعد ما انقطع 100 مره. اوكي سامعيني هلا؟ تفضل دكتور، تفضل. يا دكتور هشام، إذن الأستاذ ناصر عليه أن يطرح السؤال. تفضل أهلين. هلا متأسف أنا يعني هالانقطاعات هاي،
عطلت علينا النقاش. إذا في أي سؤال أي كذا أنا مستعد، أرجو أن أكون ذلك. لو تعيد السؤال أستاذ حسين. السؤال مستر حسين. حاضر. طيب هو بيقول لست بيقول يعني إذا افترضنا أن الزمكان أنا سامعينك دكتور هشام سامعينك. السؤال الأستاذ ناصر بيقول إذا افترضنا أن الزمكان ليس متصل وإنما مبكسلا بكسل ضمن الوحدة الصغرى لزمن ومسافة ومسافة بلانك، فإن هذا قد يعني أن الزمان ليس موجودا ضمن الحدود الدنيا لأصغر من زمن بلانك. ليس موجودا ضمن الحدود الدنيا لأصغر من زمن بلانك، وهذا قد يفسر الاحتمالات المتعددة وانهيار الدالة الموجية أثناء القياس. وإن ميكانيك الكم تنطبق بوضوح على الجسيمات ما دون الذرية، حيث تصبح وحدة الزمكان كدالة منفصلة لها تأثير كبير على تصرف هذه الجسيمات، بينما لا نرى تأثير وحدات الزمكان المنفصلة من بيكسل يونت أو تايم أنت سبيس. ضاع الكلام. أول من أول فين حضرتك تبى دكتور هشام؟ من أول ممكن أنت تقرأ السؤال على الشات أو اللي أعمل لك؟ لا اسمع سي حسين. تفضل دكتور. معلش لو تلخص السؤال بس يعني ما تقرأ السؤال. تفضل دكتور عصام. تفضل ماشي أوكي. هو السؤال حضرتك بيقول قول يا عصام. طب هو آخر حاجة في السؤال هو الفكرة فكرة إن هو هيبكسل الزمكان نفسه يعني هيعمل ديسكريت للسبيس تايم ضمن الوحدات الصغرى بتاع بلانك، فيبقى الزمن عندي ديسكريت والمكان برضه يبقى عندي ديسكريت ضمن الوحدات بلانك بتاع الزمن والقطب بلانك والزمن بلانك. هنا السؤال بقى اللي هو عاوزه إيه؟ يعني هو بيقول هل ده ممكن يخلينا نفسر ميكانيكا الكم من خلال الرؤية دي ولا لا؟ هو متهيألي يا عصام ان هو مش تبسيط لميكانيكا الكم. امال ايه؟ ولا يعني في شخص معين يعني ممكن يجاوب؟ هو استاذ ناصر لو موجود يتفضل يطرح السؤال بنفسه. لو موجود استاذ ناصر معنا. معنا بروفيسور شوق الدلال نائب رئيس اتحاد العربي لعلوم الفضاء وفلك. كانه رحب ورحب الدكتور شوق الدلال. دكتور شوقي كانه رفع ايده كاني شفته. دكتور شوقي سامعنا؟ بروفيسور شوقي رفع ايده. تفضل دكتور. سامعكم. انا في الواقع عندي عده ملاحظات يعني على الندوه. احنا طبعا اشكر جميع المشاركين يعني ما قصروا في شرح كثير من الامور المهمه جدا بالنسبه الى ميكانيكا الكم، بس انا يعني عندي بعض الملاحظات البسيطه. طبعا كل الميكانيكا الكم هي قائمه على ابستراكت ماثيماتكس، واحنا بالتالي كان الخلاف هو كيف ان الابستراكت ماثيماتكس هذا ما يعطينا شيء واضح، فيكون في تفسيرات مختلفه للابستراكت ماثيماتكس منها الويف فانكشن والى اخره. النقطه المهمه انا في رايي بالنسبه لميكانيكا الكم ان سؤال مهم ما حد حاول يجاوب عليه رغم انه موجود ومطروح، اللي هو what is a particle. الان لو رحت في النت وشفته what is a particle راح اشوف افكار ما لها ول ولا اخر عن طبيعه البارتيكل، وهذه طبعا what is a particle يعني شيء مهم جدا في الاجابه على الكثير من قضايا ميكانيكا الكم. النقطه الثانيه حبيت اذكرها اللي هي قضيه الانتانجلمنت. يعني احنا في مناظرات سابقه انا ما صار لي فرصه ان اتدخل على اساس ان الانتانجلمنت بين وان فوتون في الهورايزن، وان فوتون دخل في الهورايزن، وان فوتون او وان جسيم دخل في الهورايزن في عمليه الانتانجلمنت واحد بقى بره. النقطه المهمه اللي يجب ان نعرفها أن كل تجارب الانتانجلمنت was performed in flat space time. We don't know how the entanglement will be carried in curved space time. ما في تجربة. اللي عرفه كل التجارب اللي صارت كلها كانت في flat space time. فاحنا الانتانجلمنت مع الـ مع الـ مع البلاك هولز we don't know. أنا في رأيي we don't know.
النقطه ايضا بالنسبه دكتور شوقي، يعني اخر تجربه اعتقد كانت التشاينيز عملوا انتانجلمنت على الساتلايت على مسافه، بس لكن لا تعتبر كيرف، يعني هي اتس فلات. يو ار رايت، يس ابسولوتلي رايت، بس هاو تو كم، يعني كيف حتعمل اكسبيرمنت على الكيرف؟ مو سهل، كيف تصل للهيوج جرافيتي؟ فمشكله فنيه كبيره جدا، هي اتس بيج ايشيو. السؤال اخر بالنسبه للانتانجلمنت، وهذا سؤال مهم جدا، يعني what is the critical size اللي تكون فيه البارتيكل او مجموعه البارتيكل تكون كان بي انتانجلد. يعني التجارب اليوم اللي سوى اللي صارت حتى الان ان يو كان جو اب تو 3000 اتومز، يعني في تجارب اجريت الى حد 3000 اتومز كان بي انتانجلد. السؤال هو what is the limit؟ اذا في يوم من الايام قدرنا نشوف انتيتي فيروس او اصغر من الفيروس، طبعا فيها ملايين الاتومز، السؤال هو لو هذه كانت انتانجل وكانت حيه، فانا ممكن اجيب تو بارتيكلز او تو انتيتيز، وانا لايف وحده ديد، واسوي لهم انتانجلمنت، بعدين اتحكم فيها احييها او اميتها. الكلام هذا يعني الى اي درجه فلسفيا صحيح؟ يعني الانتانجلمنت في يعني السايز مال الانتانجلمنت ايضا الى 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 حدود للان احنا ما نعرفها what is the optimum size. النقطه المهمه طبعا اللي يتكلم عنها الدكتور عمار اللي هي الكوانتم جامب. الكوانتم جامب يعني عمليه صعبه جدا فهمها في قالب النظريات الموجوده حاليا. احنا ايش عندنا في ميكانيكال كم؟ عندنا تو ابروتشز في ميكانيكال كم. الابروتش الاول اللي هو يعتمد على البارتيكل، ناخذ البارتيكل يعني على اساس انها ويل ديفايند انتيتي، شيء معروف لها بناء معروف، سواء الالكترون البروتون او اي شيء. في طريقه اخرى لتفسير الميكانيكا كم تختلف عن جميع التفسيرات الموجوده، وانا لم اجد لها اي متحدث في هذا الموضوع، وانا يمكن ارتب مع الدكتور عمار نجيب الشخص اللي يتكلم عن هذه النظريه الجديده اللي نسميها سب كوانتم كاينتكس. سب كوانتم كاينتكس عباره عن اتجاه جديد جدا في تفسير ميكانيكا الكم، وايضا في تفسير ما هي جسيمات الاوليه. يعني احنا راجعين الى مثل السوبر سترينج ثيوري. السوبر سترينج ثيوري بدت من تعريف الجسيم الاولي، وات از ا سوبر سترينج ثيوري، وات از ا بارتيكل. هذه نفس الشيء، تحدد ما هي الجسيمات الاوليه وكيف تبنى الجسيمات الاوليه، هذا نسميه سب كوانتم كاينتكس. اذا اللي جاب هذه النظريه اسمه لافيوليت. اذا ما استطعنا انا والدكتور عمار نجيب لافيوليت يعطينا محاضره في هذا الموضوع، انا ممكن الخص نظريته في محاضره خاصه معاكم نناقشها ونشوف فيها كيف النظريه هي تختلف تماما عن كل الابروتشز، كل الطرق مال الميكانيكا الكم الحاليه. يعني هذه مجرد ملاحظات انا حبيت اخليها امامكم بالنسبه الى ميكانيكا الكم. شكرا. هو تنورنا دكتور شوقي. شكرا بروفيسور شوقي. يعني طبعا يا دكتور استاذ الدكتور عمار. معلش بروفيسور عمار. بس نعم. أنا دكتور شوقي، نعم. إن شاء الله نرتب على السب كوانتم كاينتكس. إحنا أنت مرحب وأهلا وسهلا فيك، وإذا كان المحاضر جاهز إحنا كمان معنا أي مشكلة. نشكر دكتور شوقي مرة أخرى على هذه الكونتريبيوشن. نعم. تفضل دكتور محمد الحاج. دكتور محمد الحاج كان عايز يتكلم. شكرا. بروفيسورات الكرام، أتمنى فقط أن يكون صوت واضح. أريد فقط أن أقدم ملاحظتين. ملاحظة الأولى بخصوص تفسير الأنطولوجي أو نظرية دي بروي بوم، التي في الحقيقة انتقدها الدكتور أكرم وقال أنها لا موضوعية non local theory، لكنها في الحقيقة أيضا ميكانيكا الكم تفسير كوبنهاغ أيضا هو لا موضعي، وفي آن واحد
نظرية ديبري بوم تفسر نفس التجارب مثل تجربة الشق المزدوج إلى آخره التي تفسرها أيضا يفسرها تفسير مدرسة كوبنهاغ. فعلى حد سواء أن التفسيرين من المفروض يجب أن يدرس في الجامعات وكأنهما تفسيران متكافئان لنظرية الكم، فيمكن أن يكون تفسير مكمل لتفسير آخر وليس بالضرورة أن يكون تفسير عدو لتفسير آخر. وما يعتقده الناس أن في تفسير نظرية ديبري بوم أنها تحوي مثلا متغيرات خفية فهذا غير صحيح، لأن ما أضافه ديبري وبوم أضافوا فقط الموضع، إضافة إلى دالة الموجة أضافوا الموضع، ولكن هذا الموضع أو المسارات هي متغيرات خفية، هي ليست خفية لأن ما نكشفه في التجارب أثار الصدمة على الشاشة هي بالضبط احتمال وجود موضع الجسيمة. ففي الحقيقة نظرية ديبري بوم هي نظرية لا موضعية مثل ميكانيك الكم المعياري ستاندر، وفي نفس الوقت هي نظرية بمتغيرات، اسمح لي دكتور أكرم، هي نظريات بمتغيرات خفية ولكنها ليست خفية لأن أضافت المواضع، والمواضع أيضا نبحث عن قيمها المتوسطة في التفسير الآخر. فلماذا لا نرى التفسير الأنطولوجي على أنه مكمل للتفسير الأرثوذكسي، تكمل العقلانية للتفسير الأرثوذكسي؟ هذه ملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية بخصوص مداخلة الأخيرة للبروفيسور الفاضل الذي كان يتحدث، بروفيسور أعتقد دلال شوقي، نعم قال نعم شوقي لا نعرف حتى الآن تفسير أو تعريف، شوقي دلال لا نعرف تفسير أو تعريف لجسيمة، لكن في الصميم إذا توسعنا أكثر في نظرية الحقول الكمومية وباستعمال التناظر ومبادئ التناظر يمكن أن نعرف الجسيمة من خلال الحقول. الجسيمة نعرفها على أنها تمثيل غير قابل اختزال لزمر التناظر، مثلا زمرة جروب بوانكاري، زمرة بوانكاري، تحويلات بوانكاري، التمثيلات الغير قابلة للاختزال سوف تعرف الجسيمات. وما هي جسيمة؟ هي خصائصها أي الكتلة، السبين، الشحنة إلى آخره. فيمكن تعريف الجسيمة من خلال تمثيل representation of group symmetry. أوكي. فالتعريف موجود، نعم ربما هو غير يعني غير مكتمل إلى أبعد حدود، لكن هناك تعريف يعني في إطار نظرية الحقول الكمومية، تعريف الجسيمة على أساس أرقامها أو مميزاتها الذاتية الكمومية مثل الكتلة، الشحنة، السبين، والتي كلها تأتي نتيجة لمبدأ التناظر وزمر التناظر. موجودة في كل هذا أحد التفسيرات، عفواً هذا أحد التفسيرات موجودة بالwave function، يعني wave function تحوي كل information about the particle. يعني إحنا بنمثل from quantum mechanics point of view هاي الأصل تكون موجودة في wave function. نعم أنا أردت فقط أن أنوه أن تعريف الجسيمة يعني موجود في إطار عام، في إطار نظرية الحقول الكمومية، نعم في إطار نظرية الكم ربما هناك قصور في تفسير أو تعريف الجسيمة، هذا ما أردت أن أقدمه كملاحظة فقط بروفيسور عمار، وشكرا لكم. طيب شكرا لك دكتور محمد حاج، لو ليك تعقيب يا دكتور محمد أكرم. يعني التعقيب على الأخ محمد الحاج، شكرا جزيلا يعني على ما قال. أنا لما تكلمت على position كhidden variable أنا لم أتكلم على final يعني position. إحنا تكلمنا أنه فون ودبري يعتبر الانيشال الابتدائي، الموضع الابتدائي hidden variable، لا يحدده يعتبر hidden variable، يعني النقطة اللي يبدأ منها يعني الـ velocities ولا الـ position هي الـ initial، هذه هي اللي هي الـ hidden variable. هذا في الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني اللي هو من التعقيب على الدكتور شوقي،
أنه البارتيكل مفهوم البارتيكل ليس في الكوانتم فيل ثيوري، فهو عنده مفاهيم على حسب سكيل وعلى حسب النظرية تاعك. فسوبر كما قال سترينج ثيوري مفهوم البارتيكل مختلف على الكوانتم فيل ثيوري، مختلف تماما على النو ريلاتيفستيك كوانتم ميكانيكس، مختلف تماما على الكلاسيكال ميكانيكس. فبالتالي لما تقول لي ما هو البارتيكل، تقول لي ما هو البارتيكل في أي نظرية في أي سكيل. صحيح الكلام، صحيح. نعم ولكن نعم ولكن دكتور أكرم، في لأنه حسب رأيك ما هي أدق النظريات التي تصف الجسيمات الأولية؟ سمح لي أعطيك مثال فقط، لأن نظرية الحقول كمومية يعني لا تقاوم الهاي انرجيز، وهناك تدخل ما يسمى الكوانتم جرافيتي او اليونيفيكيشن اللي هي سوبر سترينج ثيوري، وهنا ندخل الى مفهوم البارتيكل بمفهوم اخر، لانه مفهوم نظريه الحقول لا يرقى الى هذاك سكيل تاع الفيري هاي انرجيز، فبالتالي تتدخل سترينج ثيوري الموجوده حاليا. لا 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 باس اخي واستاذي دكتور اكرم، لكن فقط على السريع، على السريع فيما يخص المواضع، أنت قلت أن ديبري وبوم لا يحددون المواضع فهي متغيرات خفية، هذا ليس صحيح. لا 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 أنا قلت الانيشل، أركز يا أخي محمد، قلت نعم. الانيشل الشروط الابتدائية، الموضع الابتدائي. نعم الشروط الابتدائية، وهناك دالة السياقة وتمكنك من متابعة تحول الجسيمة، هذه نقطة، يعني ليست متغير خفي أو لا يوجد هناك لا تحديد، حتى شروط ابتدائية، وهناك إضافة إلى معادلة شرودنجر، معادلة السياقة التي تعتمد على تحديد سرعة الجسيمة من خلال صفحة الموجة أو فيز ويف، هذه نقطة. نقطة ثانية، ما هي أفضل نظرية فيزيائية تصف الجسيمات؟ أكيد أنها نظرية الحقول الكمومية. لا يوجد الآن في طاولتنا نحن في السوق، لا يوجد الآن في السوق في سوق نظريات الفيزيائية أفضل من ستاندر مودلز، وكله يعتمد على لغة نظرية الحقول الكمومية لوصف الجسيمات، هذا ما نمتلكه حتى الآن. وشكرا لكم وعذرا على هذه المداخلة. شكرا لكم جميعا. نقطة نظام جماعة، في ناس عم يسألوا هيهم على اليمين، يعني لازم نعطي فرصة للجمهور يشارك. حاضر طبعا حاضر. باشمهندس محمد صار رافع ايده، فادوا له بس. يلا ماشي اتفضل. الو اديته. مرحبا، يعطيكم العافيه. سامعيني يا ترى؟ احنا كنا سامعينك، اتفضل. لو تكرمتم، اذا افترضنا انه الزمكان از ديسكريت وان، يعني منفصل وليس متصل، ضمن انه اقل وحده فيه اللي هو ثابت بلاك من ناحيه المسافه ولا الزمن، فبالتالي بالجسيم اذا اعتبرناه كما تفسر نظريه الحقول الكموميه، ما راح يكون راح يتعرض الى وضعيه زمنيه تختلف عن القياسات تبعتنا اللي احنا موجوده. فبالتالي عدم وجود الزمكان ضمن الوحدة الصغرى قد تفسر، يعني من وجهة نظر عامية جدا لأن أنا لست فيزيائي، لكن قد تفسر الويف فانكشن كلياتها والاحتمالات والسوبر بوزيشنينج لمواقع جسيم أو حتى قفزاته الكمومية وانتقاله بالتنالينج أو انتقاله بالكمي. وشكرا. هل أجاوب ولا في أستاذ قبل يعني ممكن يجاوب أحسن؟ تفضل دكتور محمد. تفضل طبعا، يعني ما ده سؤال من الجمهور. يعني أول شيء الأخ ناصرك معي. معك تفضل. أول شيء يعني أول شخص يعني من الأوائل الذي فكر في أنه يعمل space time discrete، يعني أنه متقطع، هذا فيه، وأول واحد عممها كما
لو حضرت معنا المحاضرات الماضية لما تكلمنا على هايزنبرغ برينسيبل، هو عممه من أنه عمل المبدأ تاعه ما بين ما يسمى X اللي هو الموضع وزخم P، عممه عموما لأنه X و P هذا اسمه فضاء ما يسمى الطور أو Phase Configuration، وأنه يعني عممه عموما أنه يكون الفضاء إحداثياته نفسها تكون يعني في يعني غير تبديلية. فبالتالي لما يعني تعمم مبدأ هايزنبرغ على إحداثيات الفضاء تصبح كأنه كمثال فقط لو أخذنا 2 dimension بعدين فتصبح دلتا X في دلتا Y أكبر أو تساوي من ليست H بار كما اعتقدت أنت ثابت بلانك، بل يعني تيتا على 2. تيتا على 2 معناتها أصغر شيء هو البيكسل اللي تكلمت عليها أنت والتي طولها هي تيتا على 2 اللي هي توصف عن طريق الهندسة غير التبديلية. هذا الجزء الأول فقط أنه أقول لك أنه الشيء الذي تكلمته اللي هو discreteness of space time تقطيع الزمكان هو موجود في إطار يعني ما يسمى non-commutative geometry الهندسة غير التبديلية التي أتى بها هايزنبرغ ثم طورها الفرنسي ألان كون والذي تحصل على ميدالية فيلدز بعدين يعني اللي هو الفرنسي مشهور. هذا رقم واحد. رقم اثنين الزمن، يعني هذه أثبتها ويلر دويت لأنه أنت تكلمت على شيئين منفصل يعني حاول أوضح. ويلر ودويت لما حاولوا أن يكتبوا ما سموه معادلة ما يسمى شرودينجر أينشتاين التي سميت بعدين معادلة ويلر دويت والتي تصف الدالة الموجية للحقل الجاذبية. فوجدوا أن التايم يصبح يعني يختفي، يعني يصبح يعني لا يوجد له معنى، أو يصبح ما نقولش لا يوجد له معنى، ما يصبحش فاندامنتال أساسي بل يصبح شيء مشتق. بعدين الناس اللي اشتغلوا على ويلر دويت إكويجن هذه واشتغلوا على يعني اللي فيها الزمن يختفي على سكيل هذا اللي هو سكيل بلانك واشتغلوا على ويلر دويت إكويجن هو شخص اسمه هندي واسمه أشتيكار. أشتيكار اشتغل على ويلر دويت إكويجن وبدلها بما يسمى أشتيكار variables وأثبت أنها تعبر عن أشياء أخرى. المهم ما ندخلش في التفاصيل. ثم يعني كارلو روفيلي وليسمولن ويعني أشتيكار اشتغلوا على الجزء تاع discreteness of space time أن space time أساساً يجب أن يكون discrete. لماذا؟ كيف نتخيل الموضوع هذا؟ نتخيله أن معادلات أينشتاين وعنده يسمي الإناء تاع الزمكان curvature of space time مكافئة للمادة أو مكافئة للطاقة، ونحن نعرف أن الطاقة مكممة، فبالتالي نستنتج أن space time curvature of space time يجب أن تكون مكممة، فبالتالي يجب أن يكون space time discrete. ولهذا أخذوا فكرة هايزنبرغ وآلين كون اللي هو كارلو بولي دكتور محمد أكرم. دكتور محمد الكم بيعمل معك قلاش على طول، عفريت الكم اشتغلت عليه. اتفضل دكتور هشام. دكتور محمد طيب كان في اثنين رافعين ايديهم اللي هو ميمي وعباس فوق. اتفضل يا استاذ عباس. عباس من قبله. عباس ايوه عباس الاول. اتفضل استاذ عباس. دكتور محمد اكرم رجع اهو. دكتور محمد محمد اكرم انا معاكم. انا دكتور. معاكم الصوت معاكم. انا معاك تمام. هو النت كملت ولا لسه؟ انت كملت ولا لسه؟ كملت لا لا انا لسه يعني، ولكن يعني ما عرفت الصوت مسموع ولا لا يعني. لا الصوت مسموع تمام. فكمل كمل الاجابه على سؤال يعني الصوت نصر. الاخ ناصر ايوه الشاشة بتقف هنا دكتور محمد كده الشاشة بتقف ده. ما اعرفش ممكن الان بدات الانترنت تعملها معي يعني. عفريت انت بتغلط في الطول كم
النهارده دكتور هشام غصيب ودكتور محمد اكرم. على ما تكلمنا على الديسكريت سبيس تايم اصبحت حتى الانترنت ديسكريت يا رجل. فالسس انالوج. تمام. بس مداخلة بسيطة يعني تسمحوا لي كونه الأستاذ أكرم ذكر ويلر ديوت إكويجين بس هي من مدخل منها حقيقة أنا اشتغلت عليها قبل سنوات ويعني لها علاقة بعضهم اللي قام بحل ديوت إكويجين ومن خلالها وجد المالتيفيرس اللي هو بيطلع عنها عدة حلول هاي الإكويجين اللي عبارة عن فانكشن إكسبونشال هي بابلز فإذا كانت في certain condition بتشكل universe وإذا ما تحققت هالcondition universe بنتهي وهي أحد الproposals للmultiverse. الناس نخرج كثير من ال يعني حقيقة الموضوع لكن هي مهمة جدا في فهم حتى الكون السحيق كيف بدايات تشكل الكون وقضية المultiverse. وفي paper يعني حقيقة مقالة بتحسب فيها mathematically حلول ديوت إكويجين وجميلة جدا فراح أحطها إن شاء الله مع الشباب بتاع المجموعة بحيث يعني يعني كيف أنت ممكن تفهم البابلز اللي شكلت هذا الكون. تمام كده معنا الأستاذ عباس. مساء الخير. مساء النور تفضل. أشكر المتحدثين يعطيكم ألف عافية يعني رحلة ممتعة جدا والله. سؤالي للدكتور محمد الأكرم أنا شاهدت له فيديو على الفيسبوك بيحكي فيه عن تكميم الجاذبية يعني كان يحكي أنه نحن بحاجة لسبيس تايم مناسب لميكانيك الكم. طيب ليش ما انه احنا بحاجه ليش مو العكس انه نحن بحاجه لنظريه ميكانيك كم جديده يعني الدكتور عمار ذكر كثير مشاكل ب او شغلات غريبه جدا بميكانيك الكم بعد غير محلوله وحتى ما في يعني يمكن امل لحلها بالافق القريب ميكانيك الكم انه يمكن ميكانيك الكم هي اللي فيها خطا جوهري وشكرا. سؤال موجه لك يا دكتور محمد أكرم. هو أنا أتمنى أن السؤال يتوجه للكل مش لشخص واحد يعني أفضل عمار بالذات يعني المفترض يبي أنا بقول شغلة بس أنا بأخذ الشق الثاني اللي هو موجه إلي حتى الديسكريتنس تضبط عند دكتور أكرم حقيقة هذا يعني دكتور محمد أفضل مجد عمار أسف ما بنعرف وين المشكلة هل المشكلة في ميكانيك الكم أم بالجنراتيفتي يعني في قضية اليونيفيكيشن بس حقيقة ميكانيك الكم يعني أثبتت خلال 100 عام تجارب حقيقية ونتائج تجريبية يعني لا تعد ولا تحصى يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك مشكلة في ميكانيك الكم أن نتائج تجريبية كان متوافقة مع هذا الجانب وكذلك الأمر في الجنراتيفتي هناك حقيقة تجارب يعني كثير جدا تؤكد صحة هذه النظرية ابتداء من الجرافيتيشن ويفز وما إلى ذلك أو البلاك هولز وما إلى ذلك لكن إشكالية في عملية دمجهم النظريتين مع بعض يونيفيكيشن ثيوري يونيفيكيشن ثيوري الإشكالية في الجرافيتي وحقيقة بعض الناس اللي يعني اشتغلوا في قضية الكوانتم جرافيتي وأشهرهم إيرلندي أعتقد إيرلندي اللي هو انتروبيك جرافيتي يعني أعاد بس هو طبعا نتائج string theory أعاد تعريف الجرافيتي is not a fundamental force وحسب الجرافيتي as entropic force يعني from thermodynamic point of view فالجرافيتي حسبها from thermodynamic وحقيقة زبطت واستطاعت أن تفسر dark matter لبعض الجالاكسيز لكنها فشلت لما عمت على مجموعات أخرى يعني هي احنا ما نقدر حقيقة نعرف اين الخلل هل هو الخلل في ميكانيك الكم ام في الريلاتيفيتي لكن في اعتقادي انا باختصار عملية الدمج ما بين الكوانتم كوانتم ميكانيك والجنراتيفيتي فيها اشكالية وهي اسأل اوبي بروبلم يعني لو تقرأ كتاب لسمولين ترابل ان فيزيكس بيحط اربع اشكاليات غير محلولة في الفيزياء النظرية اول هاي الاشكالية بيطرح المجرمنت ثيوري في الكوانتم ميكانيكس بعدين يونيفيكيشن ثيوري اللي هي توحيد النظريه النسبيه العامه والخاصه والفري بارتيكلز هي الثالثه
والدارك ماتر والدارك انرجي مفهوم، خاصة الدارك انرجي التباين الرهيب ما بين الاكسبيرمنتال ميجرمنتس والثيوريتيكال بريدكشن بالكي يو سي دي او الكوانتم فيلد ثيوري. فهي يعني هاي تبقى مسألة غير محلولة اعتقد، يعني لا نستطيع يعني في اعتقاد ان نبت في هذا الامر بشكل جدي، لكن هناك محاولات، وبالتالي هناك محاولات حثيثة وهناك العديد من البيبرز بتحكي في هذا الموضوع. نعم دكتور، عندي سؤال ثاني لو سمحت. ناخذ مداخله الدكتور محمد اكرم. هو بس يجاوب على بيت السؤال بتاع حضرتك. نعم لا هو بعيد سؤال يعني طويله، ولكن ما اعرفش اذا كان الاخ ناصر عاوز اكمل ولا عاوز تسال سؤال اخر ولا شكون اللي معانا دلوقتي اللي فتح الكاميرا. يا اخ عباد. نعم نعم هلا كمل يعني الإجابة ولا في أسئلة أخرى؟ ما بعرف، شوف العلماء إذا بدهم إياك تكمل الإجابة. أنا عندي سؤال آخر أطرحه ولا تكمل الإجابة؟ مش عارف. تفضل تفضل تفضل. نعم سؤالي، لو هيئنا الإلكترون سبين أب ووضعناه في صندوق، هل الآن هو في فضاء هلبرت صح؟ يعني انت وش قصدك بفضاء هيلبرت؟ يعني الان قصدك هو فضاء هيلبرت، ما هو قصدك لما تقول هو في فضاء هيلبرت؟ الالكترون، حاله الالكترون هل الان تدخل في 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 فضاء هيلبرت؟ طبعا 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 طيب. طبعا لو فتحت الصندوق مثلا انا ورصدته وجدت السبين داون ليس كما هيئته، هل هذا يعني ان الالكترون او هذا الالكترون ليس هو الاول وانتقل من عالم اخر وفعلا هناك اكوان متعدده؟ ولكن انت اساسا هنا انت خلينا على قطه خلينا على قطه شرودنجر نفس الفكره. خطه شرودنجر مخالفه، يعني انت كانك عم تحكي خطه ميته ووجدتها حيه. انا هنا محدد الستيت بتاع الالكترون اساسا، انا حاطه اب في الصندوق. نعم نعم، يعني وكاني حطيت القطه حيه ووجدتها ميته بدون سم، او حطيتها ميته وجدتها حيه بدون سم او تاثيرات خارجيه. كيف عرفت السبين اب؟ انا هيئته حطيته بصندوق وتركته، بعدين فتحت الصندوق فوجدت السبين عكس اللي حطيته انا. هل بمعنى هل هذا يعني ان هذا الالكترون ليس الاول؟ لا ماهوش الالكترون ليس الاول، لانه تغيرت one property، خاصيه واحده اللي هي spin، اللي هو اتجاه spin اللي تغير، وليس الجسيم اللي تغير. يعني فهمت؟ لو نتبع انه نفترض انه كلامك هذا انا قاعد نتكلم فيه بطريقه تجربه فكريه قاعد تتكلم عليها، ولكن هنا ليس الجسيم الذي تغير، انت قلتها بعظمه لسانك انه كان spin up وبعدين فتحت لقيت spin down، معناتها اتجاه سبين هو الذي تغير وليس الجسيم. نعم نعم نعم. لو صار في خاصية كمية مختلفة غير موجودة في الإلكترون ممكن نناقش هذا السؤال. نعم. أستاذ عصام يعني شوف سؤالتين. يعني أنا باختصار، يعني أنت لو كنت واقف على رجليك وحطيتك أنا واقف على رجليك في 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 غرفة وقفلت عليك، وبعدين يعني أنت بتلعب يوغا وإنسان غريب، لما فتحت الباب لقيتك واقف على راسك يعني ورجليك فوق، معناتها أنت شخص مختلف عن الشخص الأول اللي وضعته، ومستحيل الحاجة فقط الدايركشن اللي هلا أنا يعني عندي أنا بقدر أتحرك، بس لو يعني مثلا لو حطيت الإلكترون بحالة بعيد عن التأثيرات، عزلته عن كل التأثيرات اللي ممكن تكون موجودة، ممكن يحصل. انت لما قفلت يا اخي ناصر، لما قفلت ما يسمى الصندوق كما قال الاخ عمار وتكلمنا عن الموضوع، ممكن يحصل دائما انتراكشن مع الانفايرمنت، يحصل ما تفاعل ما بين الانفايرمنت ما بين الكومبوننت اللي داخل الصندوق، فممكن تحول ما يسمى يعني ممكن تزيد تضع ما يسمى هذا الفوتون هذا الالكترون اللي كان اب تضعه في ما يسمى سوبر بوزيشن داون ولا اب، بعدين لما فتحته انت لقيته داون، فنفس الشيء اذا تبعت
Copenhagen interpretation فقد حصل collapse of the wave function. وندخل في حكاية أخرى. نعم شكرا لك. ولكن كإجابة لسؤالتك أنه البروبريتي اللي هي اللي تبدلت، يعني اتجاه تاع سبين هو اللي تبدل وليس الجسيم يعني. نعم شكرا لك. أستاذ عصام ممكن ناخذ سؤال ثاني من الشات. سؤال ميمي كانت رفع ايدها منذ فترة طويلة. اوكي. فممكن اعطيها فرصة لو سمحتم؟ تفضل. حاضر. تفضل. فين هي مش لاقيها؟ هي فين؟ هل بحطك هوس بشوفها؟ رفعت ايدها منذ فترة طويلة شايف على ال ميمي سمعتينا؟ هي انا لقيتها. بقيت كوهوست دلوقتي. تمام. نعم عملت كوهوست. نعم تفضل. انا اصلا ناخذ سؤال ثاني بعد استاذ امين. ناخذ سؤال ثاني وكفايه على كده اعتقد يعني، ولا ايه رايك؟ او ايه راي حضراتكم؟ الوقت راح. الوقت الساعه 11:30 عندنا. هو في سؤال مهم جدا على الشات الصراحه بتاع طرق التكميم يعني. ايوه فبصراحة السؤال ده ما يتسابش يعني. أيوه ده بعد الأستاذة ميمي نطرحه ويبقى ده آخر السؤال إن شاء الله في اللقاء. هذه فين يعني؟ اللي هو أنا مش عارف. خلاص جاهد مش مشكلة. تمام. كان محمد المساعد بيسأل إن في طرق مختلفة للكوانتايزيشن زي الكانونيكال كوانتايزيشن أو أو اللي هو يعني شرودينجر وهايزنبرغ، وفي الباث انتجرال كوانتايزيشن، وزي ما الدكتور هشام كان قال اللي هو الفيز سبيس كوانتايزيشن. فالطرق دي مع اختلافها هل بتدي نفس التفسيرات الكمومية نفسها من حيث المعنى الفيزيائي، ولا بتدي معاني فيزيائية مختلفة؟ افتح صوتي عصام الدكتور محمد الحاج. دكتور محمد اكرم. دكتور محمد حاج. محمد حاج بقى هو ما داخل باسم محمد اكرم برضو. النار اكرم داخل محمد اكرم برضو. اتنين اكرم دلوقتي عندي. هو استنوا بس عليا. شكلك انت عملناه اثنين كوهوست. فانا بوث ار دكتور محمد. دكتور حاج الان يور كوهوست. هو دخل ولا لا؟ لا موجود. ايوه يا عم موجود. اه دكتور محمد. طيب هو هنا نرجع بس خلينا نجاوب على السؤال. طيب اللي هو غلقتنا كل شيء يعني. انا غلقتش حاجه والله يا دكتور محمد. احنا عندنا انواع كتيره جدا من الكوانتايزيشن. هل الانواع دي بتاثر في التفسيرات الكموميه نفسها من حيث المعنى الفيزيائي؟ يعني انا عندي حاجه زي الكوانتايزيشن الباس انتجرال كوانتايزيشن. شوف علشان نفهم الاخ الكريم صاحب السؤال. الصوت مسموع؟ اه مسموع يا دكتور. كده اسطوره. الشيء الذي تكلم عليه الأستاذ غصيب، الأستاذ عمار، الأستاذ حنا، يعني كلهم تكلموا نفس الكلام، أنه المشكلة ليست في الرياضيات بتاع ما يسمى الكوانتم ميكانيكس، لأنه هي أساسا نعتبرها ماثيماتيكال ريسيبي، أنها يعني أداة لعمل بريدكشن. فكل ما المشكلة في إسقاط هذا المعنى الرياضي على الواقع، ولهذا تختلف التفسيرات. ما ذكرته الأخ الكريم من هنا كانونيكال كوانتايزيشن وباث انتجرال كوانتايزيشن هي طرق رياضية، تقنيات رياضية، خوارزميات رياضية للتكميم، للانتقال من الكلاسيك إلى التكميم بطريقة رياضية عندها معنى فيزيائي تنبؤي، ولكن ليس لها علاقة بتفسير ما يسمى ميكانيك الكم على الواقع. فبالتالي يعني ما عندهاش دخل في كل interpretations يعني. دكتور عمار بذكرني في الإبداع اللي قام في فريمان دايسون، هو أحد الكبيرة جدا
لما صار في خلاف ما بين شوينجر وفايمان في الابروتش الكوانتم الكتودينامكس، كل واحد فيهم طرح his own approach وكانوا مختلفين. ففريمان دايسون كان رياضي رياضي رصين، فاستطاع أن يعمل على الماثماتيكال فورميليشنز لشوينجر وفايمان وأثبت إنهم الاثنين بيتكلموا عن نفس الموديل ووصلهم لبعض. فالقضية أعتقد يعني if you are using إذا كنت تستخدم حقيقة رياضيات رصينة مبنية على بوصي الصحيحة المفروض تؤدي نفس النتائج. وإقرأوا عن فريمان دايسون وعبقريته في إثبات أنه شوينجر فورموليشن في كوانتم ميكانيكس هي نفسها فايمان فورموليشن. طب هو طب هندسة الأوليك تعليق ألو مهندس محمد السيد، مهندس محمد السيد لو ليه تعليق برضه ممكن يقوله. مهندس هو أنا كنت بصراحة عايز أسأل عن حاجة تانية، بس متهيالي الناس هنا خلاص تقريبا يعني احنا بقينا 28 لا. واحد، فرغم ان هو سؤال مهم شوية عن تجربة الاختيار المؤجل، بس يعني خلاص بقى يعني الناس كلها تقريبا مشيت يعني. ف الوقت يا جماعة نكتم اللقاء، ولو توفر لنا لقاءات تانية نبقى نسأل عن الاختيار المؤجل طبعا يعني. بس يا جماعة برضو نحط سقف للوقت يعني، يعني ما بنقدر أربع خمس ساعات متواصلة يعني، أمر صعب. بعرفش أستاذ أكرم شو رأيك نحط سقف للوقت يعني إنه هذا أنا عندك أو إحنا قعدنا ساعتين وعندنا تحضير وأبحاث، فعندنا كثير التزامات يعني. يعني مثلا السقف للقاء ساعتين يكون ماكسيمم، يعني نقدر نمشي حالنا. نحن نشتغل على إشي يعني هدفنا حقيقة نشر الثقافة العلمية في العالم العربي، وكلنا حقيقة نشتغل في هذا الجانب. لكن أحيانا يعني زي ما يقولوا نكون القضية قليل دائم خير من كثير متقطع. ما بنقدر إحنا كل جلسة نأخذ أربع خمس ساعات، فنحط ساعتين سقف للحوار ونستمر معكم ونحتاج أمركم إن شاء الله. طبعا دكتور عمار شكرا عمار. شكرا لكم جميعا، شكرا للدكتور هشام خطيب، شكرا للدكتور حنا صباط، شكرا للدكتور عمار السكجي، شكرا للدكتور محمد أكرم. وان شاء الله هنكمل سلسلة النقاشات دي حول الفيزياء الحديثة والمعاصرة، وكده احنا يعتبر انتهينا من محور ميكانيكا الكم، هنبدأ محور جديد وهو الكوانتم فيلد ثيوري. نلقاكم على خير وكل سنة وانتم طيبين، وكده ننهي اللقاء. شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا شكرا, شكرا لكم برضو. تصبح على خير. تصبح على خير. باي 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 باي